هي دهي صباح الخير. أخبار فتاة قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير عليك يا هبة، وصباح الفل على حركة كلكم. خلاص دخلنا الأسبوع الرابع لمهرجان العالمين، المهرجان اللي فعلا يوم بعد يوم بنتأكد أنه أحدث نقلة نوعية كبيرة جدا في المفهوم السياحي والترفيهي والفني داخل مصر. النسخة الثانية من المهرجان خلت المدينة وجهة سياحية متكاملة بتلبي احتياجات جميع المصريين والسادة الأجانب أيضا زوار هذه المدينة. شفنا توسيع كبير في الفعاليات والأنشطة الحكومية، شفنا زيارات لعدد كبير من المسؤولين علشان يوجهوا رسالة لكل المواطنين بأن العالمين مدينة لكل المصريين وفيها كل الخدمات المطلوبة على أعلى مستوى ممكن. فعلا مدينة العالمين الجديدة كانت في السابق مسرح لأحداث عالمية، وكانت أرض بيحفها الخطورة. نتيجة هذه الأحداث تحولت إلى تنمية مستدامة من خلال مدينة ذكية فيها حياة دائمة طوال أيام السنة، تحولت لأفضل وجهة سياحية بتشمل كل فئات المجتمع المصري، ورسالة للبناء السكني بالمدينة لمختلف الشرائح المجتمعية. واللي بتعكس الأمر أنه مدينة العالمين أصبحت مدينة لكل المصريين، كمان الحفلات والفعاليات الثقافية المختلفة اللي بتلاقي حضور كبير من زوار المدينة، واستمتاع الحقيقة بالجو الصحو اللي هناك، وأيضا بأجواء الطرب المتميزة والأحداث الرياضية الفاعلة. يعني خلينا أقول كمان أن المهرجان ما أثبتش بس أنه هو نسخة فنية أو نسخة رياضية، لكن أيضاً أثبت أنه هو نسخة لأنشطة كتير جداً شفناها، أنشطة لمحبي الحيوانات الأليفة، أنشطة للأطفال، أنشطة في الجو، أنشطة داخل البحر. المهرجان بقى نسخة متكاملة بتحقق كل اللي مطلوب منه فيما يتعلق بسياحة المهرجانات. علشان كده تحقيق النجاح يعني مش سهل لما يكون فيه إلا لما يكون فيه تكاتف وفي استغلال لكل مصادر قوتنا الناعمة اللي موجودة التي لا تقدر بثمن، علشان نقدم صورة جميلة وصورة حقيقية عن بلدنا، ونشوف كل الحفلات اللي فيها نجوم العالم العربي كله. فده بيؤكد يعني مصدر القوة الناعمة لمصر، وبيؤكد امتلاك مصر للريادة الإعلامية داخل المنطقة. كلنا سعداء بتطوير هذه البقعة من أرض مصر عشان تكون أحد البقاع المميزة في بلدنا سياحيا وفنيا وترفيهيا، وكلنا سعداء أيضا بالصورة التنظيمية الحلوة والرقية اللي بتقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمهرجان، واللي يعني أظهرت يوم بعد يوم عظمة التنظيم اللي موجود داخل هذا المهرجان. التطور الكبير اللي شافته مدينة العالمين سنويا، وسرعة إنجاز المشروعات، وكمان البنية التحتية الذكية اللي تميزت بها المدينة، خلاها واحدة من الوجهات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي. كلنا لازم نروح ونشوف ونستمتع بجمال بلدنا والمرافق المتطورة فيها، وإزاي الطبيعة الساحرة مع البناء الذكي والتطور التكنولوجي جعل منها درة على الأراضي المصرية. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وبنقول لكم صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلينا نصبح على زميلتنا هلا الحملاوي،
ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير يا هبه. صباح الفل والسعادة يا مصطفى. صباح الفل والسعادة يا هبه. صباح الفل والسعادة على كل اللي بيشوفنا. طمنينا على حالة الجو وطبعا المرور للي هيروح شغله. بصي الجو فيه شوية تغيرات عشان كده في أمطار رعدية، حاجة غريبة شوية، في أمطار في جنوب البلاد. إيه بقى تأثيرها علينا؟ هنعرفه بالتفصيل، بس الأول هناخد جولة كده مرورية سريعة مع حضراتكم في مناطق مختلفة من مصر، وكالعادة بنبدأ من القاهرة. النهاردة تحديدا هنبدأ من شارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري اكتوبر، هناك هنلاقي كثافات مرورية. بعد تقاطع كوبري هنلاقي ان الكثافات دي بدأت تقل بشكل تدريجي ولكنها ما اختفتش، لسه مكملة لحد مستشفى العباسية، وتبدأ الكثافات دي تختفي عند محطة مترو الاستاد. هنروح شارع الموسكي هنلاقي فيه سيولة مرورية في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع طبعا ان يشهد كثافات مروريه كبيره خلال الساعات القادمه. في شارع رمسيس في اتجاه العباسيه، الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مروريه متقطعه على فترات، الكثافات دي بتبدا بدايه من ميدان رمسيس وصولا للعباسيه لحد شارع الخليفه المامون في مصر الجديده. من القاهرة تعالوا كده نروح محافظة الجيزة، شارع الهرم من بداية المستشفى وفي كثافات مرورية هناك متقطعة ومكملة لحد الجيزة. لو طلعنا كوبري روضة هنلاقي ان في كثافات مرورية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم تعالوا نشوف كده شارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل واصلة لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي ان في كثافات مرورية كبيرة بس بتبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بيشهد بعض الكثافات. محور 26 يوليو بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية بسيطة، لو انت متجه من اكتوبر الى منطقة المهندسين ممكن انك تاخد طريق محور 26 يوليو البديل، مفيش فيه اي كثافات وهيوصلك لميدان سفينكس بمنتهى السهولة. اما لو جاي من اكتوبر ورايح طريق فيصل والهرم يفضل محور المهندس شريف اسماعيل لان فيه سيولة مرورية كبيرة وهيوصلك في دقائق. تعالوا كده نروح مع بعض الإسماعيلية، هنلاقي إن طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق أحمد أبو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، هنفضل مكملين وندخل شارع تيار إسلام عبد اللطيف هنلاقي برضو فيه كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. لو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي إن فيه سيولة مرورية كبيرة جدا واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. محافظة سوهاج، تعالوا كده نروح محافظة سوهاج، هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسيطة. نمشي كمان هنلاقي ان طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيه سيولة مرورية وفي بعض الكثافات المرورية اعلى نهر النيل، كمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كثافات نسبية وفي كثافات ايضا بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة كده متوقع أن تشهد بعض المناطق أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وهتكون رعدية وبالتالي هتكون مثيرة للرمال والأتربة. متوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. متوقع درجة الحرارة النهاردة توصل في القاهرة ل 36 وده طبعا في الظل درجة، وأعلى درجة حرارة متوقع تكون في أسوان 43 درجة، وأقل درجة هتكون في مطروح 32 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شويه. خلونا نبدا بابرز الاخبار اللي حصلت معانا امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى بمقر الحكومه بمدينه العالمين الجديده رئيس الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، واستعرض نتائج العام المالي 2023-2024. امبارح ايضا التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أجل متابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستعراض نتائج العام المالي 2023-2024 وأهم المستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية. خلال الاجتماع استعرض وليد جمال الدين الموقف المالي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن إيرادات المنطقة عن العام المالي 2023-2024 بلغت 8.245 مليار جنيه،
من بينها إيرادات قيمتها 5.932 مليار جنيه مقومة بالدولار، بما يعادل 72% من إجمالي الإيرادات. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال. وفي مستهل الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بتوفير التمويل المطلوب لمساعدة المزارعين في تحويل زراعات قصب السكر لنظم الري الحديث بدلاً من الري بالغمر، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات الجهاز في الاهتمام بالصعيد والمشروعات الزراعية والإنتاجية. أيضاً امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة، وكلف رئيس الوزراء وزير الطيران المدني بالاهتمام بأعمال التطوير بمطار برج العرب، خاصة أن هناك حالياً إقبال كبير على المطار، كما وجه بالترويج الجيد لمطار العالمين في ظل الإقبال السياحي الكبير على مدينة العالمين الجديدة. وجه أيضاً برصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات المقدمة في المطارات المختلفة على أن يتم التعامل مع هذه الشكاوى بصورة عاجلة بما يسهم في تحسين تجربة الركاب. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات العمل اللي بتبشرها الوزارة خلال الفترة الحالية. ووجه مدبولي بضرورة الاهتمام بصناعة البوليستر، وقال مستعدون لدعم أي توسعات للمصنع المقام أو إقامة مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من رجال الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وده بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. بيأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الدورية اللي بتنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة مدى جاهزية القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري. كما أعرب الفريق أول عبد المجيد صقر عن اعتزازه لما يقوم به رجال القوات المسلحة من مشاركة فاعلة لدعم منظومة التنمية الشاملة اللي بتنفذها الدولة المصرية بما يحقق الإنجازات والعبور نحو أفاق المستقبل بكافة ربوع الوطن وعلى رأسها أرض سيناء الطاهرة. رحب اتحاد القبائل العربية بزيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية من أجل قضاء أجازته السنوية كما هو معتاد في مدينة العالمين الجديدة. وقال بيان للاتحاد أنه بيعتبر اتحاد القبائل العربية الذي يرأسه المهندس إبراهيم العرجاني أن هذه الزيارة المعتادة لقضاء الإجازة السنوية لرئيس دولة الإمارات الشقيقة على السواحل المصرية بمثابة دعم مستمر من سموه لقطاع السياحة المصري، وكذا التأكيد منه على المستوى الرفيع اللي بتقدمه مصر بمختلف قطاعاتها لضيوفها الكرام سواء من الأشقاء العرب أو من كل أنحاء العالم. وتابع البيان أن هذه الزيارة بتعتبر رسالة دولية تبرز صورة رقي الخدمات السياحية المصرية واستقرار الدولة وسيادة الأمن والأمان في مصر العظيمة. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، بورسعيد بتعلن تطوير ميدان الشهيد أحمد أبو العطا ومدخل شاطئ بور فؤاد، ودمياط بتقرر النزول بالحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025. أما في الفيوم فقد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة عن انقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق، وكمان أيضا مديرية الصحة في الدقهلية أعلنت عن توقيعها الكشف على 1285 مريض. أخبار كتير شهدتها المحافظات. في بورسعيد أعلنت مدينة بور فؤاد عن سير العمل في تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهيد أحمد أبو العطا ومدخل شاطئ بور فؤاد بالتنسيق مع أشغال هيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد، وده تماشياً مع خطة التطوير الموسعة اللي بتشهدها المدينة بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أيضاً أصدرت محافظة دمياط قرارات بشأن الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 اللي تضمن النزول بدرجات القبول ل 228 درجة بدلاً من 233 درجة،
كما تضمن القرار النزول بتنسيق الالتحاق بفصول الخدمات بالثانوي العام من مجموع 210 لمجموع 200 درجة، وده تحقيقاً لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام. في الفيوم أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة انقطاع مياه الشرب نظراً لوجود أعمال ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة، مما يستلزم قطع المياه اعتباراً من الساعة 12 ظهر اليوم الثلاث حتى الساعة 2 ظهر يوم الأربعاء. والمناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرى الخلدية وتوابعها والجيلاني وتوابعها وأبو شنب وتوابعها والعلوية وتوابعها وكحك بحري وتوابعها. مديرية الصحة بالدقهلية أعلنت توقيع الكشف الطبي على 1285 مريض ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال يومين بقرية موسى العربي التابعة لمركز بلقاس، وضمت القافلة 10 عيادات متنوعة منها 2 أطفال، بطنة، جراحة، عظام، أنف وأذن، رمد، جلدية، أسنان ونساء وتنظيم أسرة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة إكس راي. كمان محافظة الغربية أكدت أنه بيتم تنفيذ 140 مشروع صرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتة، وده بنسبة تنفيذ وصلت لـ 99%، وتم إنهاء 136 مشروع وجاري العمل في 4 مشروعات، وتم خدمة جميع القرى المحرومة بالمركز وعدد كبير من العزب والتوابع. مديرية الطب البيطري بقنا أكدت أنها نظمت حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع ضمن فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع، ونجحت الحملة في تحصين 29614 رأس ماشية على مستوى المحافظة. في سوهاج شهدت مدينة طهطة تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بأطوال حوالي 20,000 متر مسطح تقريباً وبتكلفة حوالي 4 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية 2023-2024 للوحدة المحلية لمركز مدينة طهطة، وده حرصاً على رفع كفاءة الطرق والشوارع بجميع المناطق بمدينة طهطة وساحل طهطة. فأسيوط أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الانتهاء من خطة الإحلال والتجديد الماضية 2023-2024 واللي قدرت بنحو 342 مليون جنيه، وبيتم العمل على تنفيذ الخطة المالية الجديدة اللي قدرت ب 553 مليون جنيه لعمليات المياه والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد. فقراتنا ما زالت مستمرة مع حضراتكم، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل بعد هذا الفاصل. وصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة يكون في طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، هيكون حار رطب نهاراً على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة، معانا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير لحضرتك استهالة على كل السادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن في امطار في جنوب البلاد على منطقه ابو سمبل وحلايب وشلاتين، ممكن اسوان، وفي كمان رياح مثيره للرمال والاتربه، يعني في شويه تغيرات مناخيه كده بنمر بيها، ايه تاثير دوت على باقي محافظات مصر؟ بالفعل لو اتكلمنا بدايه عن الامطار، احنا يمكن اصدرنا بالامس تنويه عن فرص امطار متوقعه على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر. كرة الأمطار دي متوقع أنها تبدأ من يوم الأربع غدا إن شاء الله على المناطق دي، هتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنتكلم عن مناطق من أسوان، مناطق من الأقصر وأيضا حلايب وشلاتين، عليها فرص الأمطار دي بداية من بكرة ومستمرة معها لمدة أسبوع. الأمطار دي طبعا بما أنها أمطار رعدية فبالتأكيد بيكون معها رياح هابطة من أسفل هذه السحب، وبالتالي بتؤدي إلى هبات قوية ونشاط رياح قوي بيكون مباشرة قبل تساقط الأمطار، وبالتالي هيؤدي إلى إثارة للرمال والأتربة على هذه المناطق. طبعا الأمطار اللي بتحصل خلال الفترة دي على المحافظات الجنوبية دايما بنقول أن سببها هو ما يعرف بالحزام المداري أو الفاصل المداري، وده اللي بيسبب حاليا أمطار غزيرة وفيضانية على دولة السودان على حدودنا الجنوبية، وبالتالي بقايا الأمطار دي أو أطراف السحب دي بتبدأ تتقدم شمالا علشان تدخل إلى حدودنا الجنوبية. الأسبوع اللي فات شفنا طبعا أمطار مشابهة
على المناطق الجنوبية. الأمطار المتوقعة هذه المرة قد تؤدي إلى تشكل السيول على بعض المناطق عندنا من جنوب البلاد. علشان كده احنا من خلال حضراتكم بنوجه تحذير لأهلنا في محافظات الجنوب وسلاسل جبال البحر الأحمر بتوخي الحذر التام واتباع تعليمات المسؤولين، تجنب الوقوف تحت الأشجار أو لوحات الإعلانات المعدنية قبل تساقط الأمطار أو أثناء تساقط الأمطار، تجنب السفر على الطرق أثناء تساقط الأمطار، لأن من الوارد انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق نتيجة الرمال أو الأتربة المصارة وكمان نتيجة الأمطار المتساقطة. ده بالنسبة للأمطار، احنا بالتأكيد بنتابعها باستمرار ويتم تحديث تنبؤاتها باستمرار في نشراتنا. طيب بالنسبة بقى للقاهرة، المحافظات الداخلية والسواحل الشمالية، أخبار الجو إيه؟ طبعا بالنسبة للقاهرة والمحافظات الداخلية فهي بعيدة تماما عن فرص الأمطار دي، لأن زي ما قلنا الأمطار بالأساس موجودة على السودان وبتبدأ تمتد شمالا لحدودنا الجنوبية، وبالتالي باقي مناطق الجمهورية زي القاهرة والسواحل الشمالية مستمرين في درجات الحرارة من 36 إلى 37 درجة مئوية، ودي بالفعل تعتبر إما حول المعدلات أو أعلى من المعدلات بحوالي درجة لدرجتين بالنسبة للقاهرة الكبرى. طبعا استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بالشكل الكبير اللي بنشوفه الفترة دي بيكون هو العامل الأساسي لإحساسنا بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة. درجات الحرارة بالتأكيد مرتفعة كلما اتجهنا جنوبا من القاهرة، بتوصل ل 40 وممكن أكثر من 40 درجة على شمال الصعيد، وبتوصل ل 43 درجة على محافظات جنوب الصعيد. في شبورة مائية طبعا خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر على شمال الجمهورية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، حتى القاهرة الكبرى دي مستمرة معانا شبورة مائية خفيفة مش بتؤدي لانعدام الرؤية الأفقية، لكنها بالتأكيد موجودة خلال ساعات الصباح وتتلاشى بمجرد سطوع أشعة الشمس. طيب الجو بالليل بقى، اخبار الجو بالليل ايه؟ كلنا طبعا بنلاحظ بالليل تحسن نسبي في الاحوال الجويه، نشاط نسبي للرياح بيدينا مزيد من الاحساس بتحسن الاجواء وبانخفاض درجات الحراره على خلاف الاسابيع اللي فاتت. بالفعل خلال ساعات الليل اجواء ممتازه، اجواء مائله للحراره بسبب ارتفاع نسب الرطوبه، لكن نشاط الرياح في المناطق المكشوفه على سواء على القاهرة أو السواحل الشمالية أو حتى محافظات الوجه البحري بيلطف الأجواء بشكل كبير. الصغرى بالنسبة للقاهرة تتراوح من 25 ل 26 درجة مئوية، طبعا أقل من كده بتوصل ل 24 و 25 على السواحل الشمالية، لكن محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء درجات الحرارة بالليل عليها بتوصل ل 30 درجة مئوية، وده بيخلي الأجواء هناك مائلة للحرارة بشكل كبير. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. متوقع أن القاهرة العظمى فيها تكون 36 والصغرى 27 والعاصمة الإدارية 37-26، الإسكندرية 33-24 والعلمين الجديدة 32-24، مطروح 31-25، دمياط 32-26، بورسعيد 32-27، والإسماعيلية 38-25، السويس 36-26، والعريش 34-24، أما كاترين 34-18، وطوبة 36-25، حلايب 36-29، شلاتين 40-30، شرم الشيخ 39-30، والغردقة 41-30، أما الفيوم 37-26، وبني سويف 37-26، الوادي الجديد 41-24، وأسيوط 38-26، سوهاج 39-27، إنا 41-27، الأقصر 42-28، وأسوان 43-30. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة ودرجات الحرارة المتوقعة معانا النهاردة في القاهرة والمحافظات. دلوقتي هنرجع مرة تانية لمصطفى والهبة عشان نتابع فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك. شكرا. تعالوا نروح نستعرض مع حضراتكم أبرز الأحداث النهاردة. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمدينة العلمين هتشهد فعاليات جديدة من سباقات الهجن على أرضية ميدان السباقات بقرية سيدي عبد الرحمن،
وبلغ عدد الهجن المسجلة نحو 1600 هجن هتخوض المنافسة، وبتتضمن الانطلاقة في الفترة الصباحية 10 أشواط، ثم بتتواصل في الفترة المسائية بتسع أشواط. النهاردة وفقاً لما كشفت عنه إدارة مهرجان العالمين، هيتم تقديم حفل للاحتفاء بموسيقى الموسيقار بليغ حمدي على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في مدينة العالمين الجديدة، وبتقدمه الفرقة المصرية للموسيقى العربية ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العالمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تبقى متنوعة من أشهر أعمال بليغ حمدي، منها التوبة، جانا الهوى، وسواح. النهاردة أيضاً هيقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان 23 يوليو يوم له تاريخ، وده في 7:30 بمركز الهناجر للفنون. بيتخلل الملتقى فقرات غنائية بتقدمها فرقة كنوز بقيادة المطرب الكبير محمود درويش، اللي بيجدوا بباقة من أجمل الأغاني الوطنية اللي أرخت لهذه الثورة المجيدة. في الحقيقة أجسامنا مليانة بتريليونات الكائنات الحية الدقيقة اللي بيفوق عدد خلاياها خلايا الجسم نفسه. يعني دي عبارة عن البكتيريا، الفيروسات، الفطريات الدقيقة، الحاجات دي مجتمعة كاملة كده بيسموها طبيا الميكروبوتا، ودي بيطلق عليها أيضا اسم الميكروبيوم، ودي حاجة بتحافظ على صحتنا بعدد كبير من الطرق. على سبيل المثال بتساعدنا على هضم وامتصاص العناصر الغذائية، بتدرب جهاز المناعة علشان يحمينا من الميكروبات الضارة، ويحمينا أيضا من الالتهابات المزمنة. حاجات كتير الحقيقة العلم بيكتشفها يوم بعد التاني، سواء من خلال فيتامينات مختلفة بتساعد الجسم وبتقيه من العديد من الأمراض أو الأورام، أو حتى كتقليل للعوامل المسببة لها، وأيضا بتحافظ على صحة الإنسان بشكل عام في غذاء متوازن وفي أسلوب حياة كده بيضيف كله مع بعضه. يعني فكرة الغذاء المتوازن مع الحياة الصحية السليمة، النوم السليم الكافي، كل هذه الأمور بتخلينا نتكلم عن شق من الصحة. خلونا نتعرف عليه مع الدكتور محمود الأفندي، أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، وبينضم إلينا عبر سكايب من موسكو. بنرحب بحضرتك يا فندم. صباح الورد سيدة الكريمة وسيد الكريم. يا دكتور، إيه موضوع الميكروبيوم ده؟ طبعا يعني هقول لكم امر مهم جدا، هو انه الانسان بشكل عام فقط فيه خلايا بشريه 43%، الباقي كله خلايا جرثوميه او الميكروبيوم، خلايا فطريات وجراثيم وفيروسات تعيش داخل جسم الانسان. الميكروبيوم هو الفلورا الانسانيه، الفلورا الجرثوميه الموجوده داخل الانسان. بشكل عام المركز الحقيقي تبعها هو في الامعاء الغليظه، تعيش وهي مسؤولة تقريبا منذ ولادة الإنسان، مسؤولة عن نمو الإنسان وعن ما يسمى تركيب خلايا الإنسان. يعني فعليا الإنسان بينمو عن طريق الخلايا الجرثومية منذ ولادة الإنسان. يعني حتى تصوري أنه الإنسان عندما يولد في طريقة ما يسمى عملية جراحية غير الإنسان الذي يولد عن طريق الولادة الطبيعية. يعني حتى الولادة الغير طبيعية يكون الإنسان يعني الجرثومات أقل، لأنه لم يختلط الإنسان بالسوائل المهبلية، فيكون الجراثيم عنده أقل. فالجراثيم هي أساس نمو الإنسان منذ ولادته وحتى وفاته. لذلك يعني على سبيل المثال الإنسان الخلايا البكتيريا والميكروبيوم الموجودة داخل جسم الإنسان هي اللي عن طريق الناقل العصبي موصولة مباشرة مع الدماغ. يعني بتفرز الهرمونات النمو الإنسان، تربز هرمونات السعادة وهرمونات الراحة النفسية. يعني الإنسان اللي عنده ألم في معدته، إذا في عنده خلل في البكتيريا داخل جسمه وفي المعدة وفي الأمعاء، بيؤدي فعليا إلى الاكتئاب حتى، يعني وبيؤدي إلى أمراض أخرى وأمراض في الجهاز العصبي. فالميكروبيوم الموجود داخل جسم الإنسان، ولو حصل له خلل يا دكتور، يعني في حال حدوث خلل للميكروبيوم، ايه اللي بيحصل لجسم الانسان؟ يعني انا حتى لو هتكلم على البكتيريا على سبيل المثال، البكتيريا في بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره، لو حصل خلل في هذا الامر ايه اللي ممكن يحصل للانسان؟ هو دائما هو دخل اسمه هناك بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره، ولكن البكتيريا النافعه دائما تقضي على البكتيريا الضاره. ولكن نتيجه خلل في الغذاء الانسان، يعني الخلل في الغذاء او تناوله المضادات الحيويه، بيؤدي فعليا الى زياده عدد البكتيريا الضاره.
هذا امر مهم جدا. وبيؤدي بينقص درجه الحموضه في معده الانسان اللي هي نقص حمض الكلور السي ال، بيؤدي الى اضطرابات هضميه، وبيؤدي الى عدم العمل، يبطئ عمل البكتيريا داخل جسم الانسان. فبيؤدي اول شيء يعني عسر الهضم بيؤدي الى عدم افرازات خلايا لنمو الانسان، يعني نمو الانسان بيضعف، بيؤدي الى اضطرابات في الجهاز العصبي، الى امراض عديده ايضا، يعني حتى الانسان بيضطر يروح على دكتور نفساني ياخذ حبوب وهو مش لازمه، المشكله عنده في الجهاز الهضمي، يعني امراض الجهاز العصبي وامراض جهاز الانسان نفسه، لانه خلايا النمو بتضعف نتيجه عدم استخدام الغذاء بشكل كامل، يعني وقت نحن بناكل الاكل هو غذاء، فالبكتيريا بتحوله الى خلايا وهرمونات وانزيمات، فلما بصير خلل ما بتحول الخلايا، ما تنمو الخلايا جسم الانسان، فبيؤدي الى امراض عديده، ضعف النمو، ضعف فقر الدم، امراض كثيره جدا بتحصل نتيجه عدم الغذاء بشكل طيب كامل. ايه الاسباب اللي تخليها دكتور بالشكل السليم والنسب المعتاده اللي المفروض تكون في جسم الانسان، وايه اللي ممكن يشكل نقص فيه وبالتالي ندخل في مشاكل؟ شوفي الانسان بشكل عام اللي بيتغذى غذاء سليم دائما بيكون نسبه الغذاء، نسبة البكتيريا النافعة موجودة بشكل أكبر، وهي يعني هي مسيطرة على جسم الإنسان، ولكن نتيجة أنه دائما الإنسان النباتي بيكون أقل عرضة لزيادة البكتيريا الضارة، ولكن الإنسان اللي بياكل لحمة كتير وخصوصا اللحوم اللي بيسموها نص جاهزة، الرجوع للطبيعة واللحوم اللي مش مصنعة الخضار، أيوة يعني زي ما بيقولوا الحليب، زي ما بيقولوا الاكل دائما يجب زيادته باللبن والزبادي دائما بالعصريات، اكثر الجراثيم موجوده في الحليب وموجوده في اللبن وموجوده ايضا في الاكل في الغذاء اللي بنسميه مخلل اللي بيسموه عندكم الترشي او الحاجات دي، او الاكل المخلل فيه بكتيريا كثير فبيؤدي الى زياده الخلايا بالاضافه للخضار. فدائما الاكل الطبيعي بعدم الافراط في اللحمه، عدم الافراط، عدم تناول المأكولات اللي بسموها نصف جاهزه، يعني الاكلات اللي دائما بتكون مجمده وتكون نصف جاهزه في عسر هضم كثير بتؤدي فعليا الى خلل في النظام. فالعلم الحديث بيقول اهم شيء عند الانسان هو الميكروبيوم، عندما يكون الميكروبيوم بخير كل الانسان طول عمره بيعيش بخير وبيقص الامراض، يعني حتى بيقولوا امراض السرطان ايضا الخلايا البكتيريا بتاثر، اذا الانسان دائما عنده عسر هضم يمكن يؤدي فعليا بالمستقبل الى امراض سرطانيه وخصوصا سرطان الامعاء او الكولون. هذا امر مهم جدا. طب الميكروبيوم المعوي ليه بيمثل يعني درع واقي من العوامل المسببه للامراض الجهاز الهضمي، الجهاز التناسلي، الجلد، الفم؟ وش معنى الميكروبيوم المعوي تحديدا يا دكتور؟ لانه نحن وقت بناكل الاكل بشكل عام وبروح فيه للمعده وبعدها بنروح للامعاء، فمين بيحول الاكل لخلايا بشريه بيعطي لهرمونات نمو وبيعطي لانزيمات وفيتامينات؟ هو البكتيريا بشكل عام، يعني اكتشافات حديثه بيقول اللي بيشتغل كل الشغل احنا بنفكر عصارات الهضميه، العصارات الهضميه ما بتشتغلش الا اذا فيها بكتيريا، فالبكتيريا النافعه هي اساس او ماكينه جسم الانسان، يعني عندما بتاكل اكل عشان ينتفع منه جسم الانسان، البكتيريا هي اللي بتقوم بالعمليات بالافرازات وتحليل الاكل اللي دخل جسم الانسان وتحويله الى مواد نمو وخلايا وما يسمى انزيمات وهرمونات، هي فعليا هي المسؤوله عن كل ده. فبيؤدي هذا بيؤدي انه ماكينه الانسان او ماكينه جسم الانسان هو البكتيريا، فاي نقص او خلل في هذه الجراثيم النافعه بيؤدي فعليا الى اضرار كبيره جدا في كل انحاء جسم الانسان. ايه الاضرار بقى يا دكتور؟ ايه الاضرار او ايه الامراض اللي ممكن الانسان يواجهها لو نقص هذا العنصر تحديدا من الجسم؟ اذا كان الانسان يعني من صغره وعنده مشكله في البكتيريا بيؤدي الى ضعف النمو، بيؤدي الى فقر الدم، بيؤدي الى خلل في النمو، يعني بياخذ بيبقى قصير شو يعني بيبقى النمو عنده مش طبيعي، اذا كان الانسان يعني كان عمره فوق ال 25 سنه بدات عنده الاضطرابات بيؤدي فعليا لامراض كثيره اغلبيتها الامراض النفسيه والعصبيه، خلل في الجهاز العصبي، لانه البكتيريا هي عندها موصوله بالدماغ الطريق رايح جاي، فالمعلومات اللي بتطلع من دماغ الانسان 90% بتاتي من البكتيريا، فاي خلل في نقل المعلومات من معده الانسان الى الدماغ بيؤدي الى امراض وتخليل في الجهاز العصبي وتشنجات عصبيه، بالاضافه صحيح. الى الامراض المعويه،
وخصوصا امراض اللي بتحصل في الكولون وبتحصل في الامعاء الدقيقه وفي الامعاء الغليظه. يعني انتقال الجراثيم الامعاء الدقيقه هي بتعيش بالامعاء الغليظه. انتقال الامعاء الدقيقه بيؤدي الى حتى سرطان الامعاء، هذا امر مهم جدا، وبيؤدي ايضا الى ضعف الاكسجين في الدم، المناعه كله بيؤدي يعني. هذا صحيح صحيح، نقص المناعه ونقص المناعه صحيح. على اي حال احنا بنشكرك دكتور. دكتور محمود الافندي أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، شكرا جزيلا لحضرتك. كلام خطير ولازم يوضع الحقيقة في الحسبان، لأن طريقة الأكل الغير صحية أو الأطفال والشباب بيتجهوا له من الأكل سريع الطهي أو الوجبات السريعة أو اللحوم المصنعة، يمكن بناخدها بشكل سهل لكن أضرارها وسلبياتها بتكون أكبر بكتير. النهاردة هيكون معانا ذكرى في الساعة 8 مساء، هنشوف مهرجان العالمين الجديدة والأسبوع الرابع اللي بدأ بحفل غنائي هيكون النهاردة في 8 مساء، يجمع ثلاث فرق غنائية فيها كود مصر وهيدام وحافظ وبستان، وده هيكون الساعة 8 زي ما قلنا لكم. تعالوا نشوف إيه أبرز الفعاليات في مهرجان العالمين اللي بدأ أسبوع الرابع. طول عمري القلب غالي ومصاحب راحة البال، شفتك واليوم التالي شالي حالي الحال، وانا عايز اكون وحداني وارجع تاني ادوق النوم، ده انا شفتك بس ثواني فضلت انا صاحي لحد اليوم، بسمع الليل والسهر واللي بيهدوا الاغاني واللي طاروا طاروا القمر سافروا لهناك مجاني، وانا كنت بطيب بمزاجي وعيش بموسيقى واغاني عصريه. تفاعل الجمهور مع ألحان فرق كود مصر وهايدام وحافظ وبستان على المسرح الروماني بالمدينة التراثية التي جاءت ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. والله بجد أنا أول مرة أحضر مهرجان زي دوت، وبجد اتبسطت جدا من المهرجان والأداء كويس وما شاء الله الأصوات جميلة ومواهب بإذن الله تطلع يعني وتتشير وكده، وشايف التنظيم كويس والمكان ما شاء الله نظيف وكل حاجة يعني على أكمل وجه. كنا بنرقص صراحة هايبرنا بجد، أول مرة نهايبر كده بجد يعني، وتعرفت على ناس كتير وما شاء الله الناس كلها كويسة الحمد لله. لا المكان جميل جدا بسم الله ما شاء الله عليه، والتنظيم كويس جدا والمكان نجيف والناس اللي موجودين ناس محترمة جدا، والمواهب مواهب بسم الله ما شاء الله عليها، مواهب جميلة واحنا استمتعنا جدا. لا احنا اشتغلنا مع الأغاني بصراحة وما عرفناش نمسك نفسنا، بجد كان يوم جميل جدا وممتع جدا. أنا أول مرة أجي وبصراحة يعني ما كنتش متخيلة إن العالمين هتبقى حاجة كده يعني كنا بنسمع عنها بقى. فبصراحة هي عالم تاني فعلا يعني مش كلام بجد. لا كانت كويسة جدا وطلعنا كابت بقاله من ثانوية عامة ما طلعش. والله الحمد لله اتبسطنا جدا والناس مواهب جميلة جدا بصراحة، والناس كلها مبسوطة وتعرفنا على ناس جديدة كمان، والمكان بصراحة تحفة وراحة نفسية بصراحة، واحنا جايين هنا عشان نشجع طبعا بصراحة، جو تحفة جميل قوي بصراحة، والناس هنا مبسوطة جدا وكلنا تعرفنا على بعض، و الناس هنا ناس محترمة، واحنا من جامعة دمياط ان شاء الله نكون موجودين على طول هنا. وتنوعت الأغاني بين الرومانسية والراقصة التي أطفت بهجة امتزجت بألوان المسرح وطرازه الفريد، بالإضافة لعزف موسيقى الروك والبوب فيوجن وهو ما تتميز به فرق الأندرجراوند. وحضر الحفل عشرات الطلاب من الجامعات المصرية المختلفة. اليوم تحفة صراحة والتنظيم خرافة يعني، استقبلونا استقبال حلو قوي، والعروض اللي كانت بره كانت لذيذه جدا الصراحه. اول مره اجي العالمين، ده يرجع طبعا فضل للجامعه بتاعتي جامعه دمياط اللي رشحتني لمشاركه هنا في مهرجان العالمين، فطبعا اجواء تحفه بجد من الصبح اصلا يعني، انا جايه من السفر وكده بس لغايه دلوقتي في انرجي ان انا ابقى مبسوطه لغايه دلوقتي باللي بيحصل. في حاجات كتير
لا تحفة، واللي هو فرقة كود مصر بجد تحفة، يعني خلتنا من احنا بننام خلاص احنا صاحيين دلوقتي. أجواء جميلة جدا بجد، استمتعنا بكل الفقرات، كانت حاجة جميلة قوي. وأول مرة يعني نشوف حاجة باللذاذة دي، وانبسطنا جدا، البنات انبسطت قوي قوي، يعني حاجة جميلة. احسن يعني الاضاءه تحفه قوي والمكان جميل، كانت حاجه سبيشال يعني بالنسبه لنا. وتعد حفلات المسرح الروماني بالمدينه التراثيه واحده من اهم الفعاليات التي تجذب الحضور ضمن مهرجان العالمين في نسخته الثانيه، الذي يجمع بين النشاطات الفنيه والثقافيه والرياضيه. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة في ضوء اتفاق الصندوق مع مصر، والذي يتيح الحصول على نحو 820 مليون دولار على الفور. وأوضح الصندوق في بيان أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج خلال مارس الماضي، مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية. وأضاف الصندوق أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص. يشارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإيرانية الجديد مسعود بسشكيان اليوم في مقر البرلمان الإيراني. أعلنت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة ساجريت كاخ أن القطاع بلغ نقطة تحول رهيبة جديدة من حيث الألم والدمار والصدمات والخسائر في الأرواح. وأضافت أنه في كل مرة تذهب فيها إلى غزة تجد صعوبة في تصور الدمار الذي تراه، مشيرة إلى أن الأمراض المعدية بدأت تنتشر بسبب قلة النظافة خاصة خلال أشهر الصيف الحارة. كما شددت المسؤولة الأممية على أن جميع العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في غزة يواجهون مشكلات مماثلة. اتهمت حركة حماس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بانتهاج استراتيجية المماطلة والتسويف للتهرب من التوصل لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأوضحت حركة حماس أنها اطلعت من خلال الوسطاء على ما دار في مفاوضات الهدنة التي عقدت في روما مؤخرا، مشيرة إلى أن ما نقله الوسطاء يشير إلى تعمد نتنياهو وضع شروط ومطالب جديدة متراجعة عن بذلك عن الورقة الإسرائيلية للتوصل لاتفاق، والتي كانت جزءا من مشروع بايدن وقرار لمجلس الأمن الدولي. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وسط إطلاق نار كثيف. وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محورها الغربي باتجاه مخيم العين وحاصرت منزلا. وذكرت المصادر أيضا أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطح بعض المنازل. أنت طب وين طالع؟ تبدأ اليوم فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024 بالأردن، والمقرر إجراؤها في 10 سبتمبر المقبل، وتستمر فترة تقديم طلبات الترشح لمدة 3 أيام. وتباشر الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية عبر مجلس مفوضيها بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح دراستها لقبول الطلب أو رفضه. وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية في 9 أغسطس المقبل، وتنتهي في 8 سبتمبر المقبل قبل الصمت الانتخابي.
أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، وتشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات. جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تشن أعنف هجماتها قرب مدينة بروكرفسك الاستراتيجية شرق البلاد، مما يهدد طريقا رئيسيا تستخدمه كييف لتوصيل إمدادات إلى قواتها. وأوضح الجيش الأوكراني أن قواته صد 52 هجوما في المنطقة في الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى أن القتال في تلك الجبهة هو الأعنف في شرق أوكرانيا بأكمله. ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قريتين في منطقة دونسك بشرق أوكرانيا. أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة بعد أن حصل على 51% من الأصوات مع فرز 80% من صناديق الاقتراع. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورونا ماتشادو أن المعارضة لديها الوسائل لإثبات فوز مرشحها إدموندو غونزاليس في الانتخابات الرئاسية. إلى هذا اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فنزويلا بالتلاعب في النتائج على حد وصفها. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم من جديد. النهاردة هو ذكرى ميلاد وحش الشاشة العربية، الفنان الكبير الفنان العظيم فريد شوقي. فريد شوقي ولد زي النهاردة عام 1920 في حي السيدة زينب في منطقة الحلمية الجديدة، وظل متربع على عرش النجومية عدد كبير من السنوات، قدم خلالها مجموعة من الأعمال الفنية الخالدة. ولا يوم ولا دية، سمعتي اسمي، بص شوف مين يا وعلي، صل على النبي، صل على النبي. انا خدت توجيهية 16 مرة. مش حشرك انت يا ثعلوب بين الملوك. انا اسف اللي بتصرف بالقسوة دي. يا عدوي الحب النبي سقف. تحل اليوم ذكرى ميلاد وحش الشاشة العربية الفنان الكبير فريد شوقي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1920 بحي السيدة زينب بمنطقة الحلمية الجديدة، وظل متربعاً على عرش النجومية لسنوات طويلة، قدم خلالها مجموعة من الأعمال الفنية الخالدة. نشأ فريد شوقي وسط أجواء من التذوق الفني، فانضم إلى فرقة المخرج المسرحي عزيز عيد، وظل يتردد على مسارح شارع عماد الدين مؤدياً أدوار الكومبارس في فرق يوسف وهبي ونجيب الريحاني وعلي الكسار. قدم فريد شوقي أول أدواره المسرحية من خلال مسرحية الضحية، كما قدم أول أعماله السينمائية مع المخرج يوسف شاهين في فيلم ملاك الرحمة عام 1946، بينما جاءت انطلاقته الحقيقية في فيلم القسط حسن. وعلى الرغم من تنوع الأدوار التي قدمها الفنان فريد شوقي سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، إلا أنه اشتهر بأدوار الفتوة والبطل القوي، حتى أطلق عليه لقب الملك ووحش الشاشة، نظراً لما كان يتمتع به من قوة جسدية أهلته للعب تلك الأدوار. بلغ الرصيد الفني للفنان الراحل فريد شوقي ما يقرب من 300 فيلم، ومن أبرز أعماله الشيطانة وعنتر بن شداد ومضى قطار العمر، كما قدم عدداً من الأعمال التلفزيونية المتميزة منها البخيل وأنا وعم حمزة والليلة الموعودة وصابر يا عم صابر، هذا بالإضافة إلى بعض الأدوار المسرحية. نال الفنان فريد شوقي خلال مشواره الفني أكثر من 92 جائزة، وحصل على جائزة الدولة عن فيلم جعلوني مجرماً، وجائزة الإنتاج من مهرجان برلين عن فيلم الفتوة، كما حصل على جائزة أفضل ممثل من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية عن فيلم هكذا الأيام، ووسام الفنون من الرئيس جمال عبد الناصر. انضم 14 فيلماً من أعمال فريد شوقي إلى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ليرحل عن عالمنا في 27 من يوليو عام 1998 بعدما ترك إرثاً فنياً ما زال محفوراً في قلوب محبيه.
ذوي الهمم ونجاحاتهم المختلفة في كافة المجالات الحقيقة بيبهرونا بها يوم بعد يوم. من أيام مجموعة من طلابنا من ذوي الهمم حققوا فوز ناجح في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية والتكنولوجيا، واللي استضافتها الأكاديمية العسكرية، واستمرت لعدد من الأيام بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية والدولية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجيا في مختلف دول العالم. خلينا نشوف يعني تفاصيل المسابقة دي، إزاي شاركوا ذوي الهمم، إزاي فازوا داخل الأكاديمية العسكرية. بصحبتنا الدكتورة منى طمان، المحاضر والاستشاري الدولي في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. صباح الخير عليك يا دكتورة. بعد التحية، يعني بالتأكيد في تفاصيل وكواليس كتير عن مشاركة ولادنا من ذوي الهمم في هذه المسابقة. إزاي شاركوا داخل الأكاديمية العسكرية، وإزاي يعني كتب لهم الفوز في تفاصيل هذه المسابقة؟ أهلا وسهلا بحضرتك. هي مسابقة كلية الدفاع الجوي آيزك 2024، وهي مسابقة بتقام بالابتكارات في العلوم والهندسة والتكنولوجيا. بداية يعني بدأت أن أنا أدرب طلبة دول، طلبة ذوي الهمم بالتحديد، في مجال البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وبعد كده عند بداية التقديم للمسابقة تواصل معنا سيادة العميد الدكتور حامد شوقي بأن هم فتحوا مجال لذوي الهمم، ودي أول مرة تحصل أعتقد يعني على مستوى دولي أن ذوي الهمم يشاركوا في المسابقات العلمية والتكنولوجية، لأن وخاصة من ذوي الهمم ذوي القدرات الذهنية. وفي الحقيقة هم أثبتوا للعالم كله ان هم يقدروا ينجحوا ويخوضوا في مجال التكنولوجي، ويقدموا مشاريع ويقدموا ابتكارات ويدخلوا في مجال البرمجة. وبصراحة كان دورهم واضح في المعرض ITC المقام في الكلية العسكرية. يعني ناس كتير او زوار المعرض كانوا بيمروا ويشوفوا مشاريعهم، كانوا بصراحة يعني مش متوقعين هذه النتيجة من أبنائنا. طيب دكتورة منى، معروف أن ذوي الهمم بعض الفئات فيهم أو بعض الحالات بتكون متفوقة في العمليات الرياضية والحسابية، هل ده شق آخر؟ التكنولوجيا والمعلومات والذكاء الاصطناعي، هل ده كمان بقى مجال للتفوق؟ بالضبط. لا، هو شق آخر ومختلف، لأن البرمجة عبارة عن أن أنا محتاجين يفكروا، لازم يفكر عشان يحل مثلا كود معين، عشان يعمل يمشي ستيب معينه، فلازم تفكير. ولكن هنا هم يقدروا يفكروا ويستوعبوا، ولكن بطريقه معينه، يعني لهم طريقه معينه في توصيل المعلومه عشان يقدروا يدونا النتيجه او يوصلوا للحل. طب كلمينا عن ابرز المشاركات، يعني عملوا ايه تحديدا؟ يعني هل كان لهم تطبيقات، سوليوشنز، حلول، يعني ايه اللي عملوه؟ هم شاركوا بحاجات مختلفة. يعني في فاضل محمد سمير صمم موقع إلكتروني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لذوي الهمم. يعني قال أنا هصمم الموقع يخدم ذوي الهمم، وسماه قادرين باختلاف، بحيث أي حد من ذوي الهمم يقدر يدخل عظيم الموقع ويشوف إيه الخدمات اللي الدولة تقدمها لهم، الرياضيات أو الأنشطة التدريبية اللي يقدروا يدخلوها في كل المجالات. ده في كمان محمد صلاح صمم مدينة خضراء ذكية بخاصية الواقع المعزز، ده طبعا أحدث حاجة في تقنيات ريل استيت، هو صمم مدينة متكاملة خضراء وفيها إنترنت الأشياء بخاصية الواقع المعزز. في محمد باسم صمم وبرمج بالبرمجة لعبة تعليمية للغة الإشارة، بحيث إن إحنا كلنا أو الناس العادية تقدر تتعلم لغة الإشارة عن طريق لعبة، ودي طبعا من أحدث تقنيات التعليم. وفي نفس الوقت الصم والبكم يقدروا يتعلموا الأحرف من خلال هذه اللعبة. يعني اللعبة دي تفيد الصم والبكم، وكمان تفيد الناس النورمة أنهم يتعلموا لغة الإشارة. كريم وياسين صمموا روبوت، الروبوت الذكي أو المساعد الذكي، إن هو بيقدر يكتشف الغازات الضارة في الجو ويدي إنذار، كمان يقدر إن هو يساعد الناس الكبار السن ما يقدرش تتحرك عن طريق الأرض. فدي الابتكارات اللي هم شاركوا بيها وتأهلوا بالنهائيات في مسابقة آيزك، المسابقة العلوم والهندسة والتكنولوجيا. حاجة تفرح بصراحة، هم قادرون باختلاف فعليا يعني. لكن إزاي هنقدر نبني على اللي جاي؟
ازاي الابحاث دي او القدرات الخاصه بذوي الهمم في مصر نقدر ان احنا نبني عليها حسب احتياجاتنا في داخل مصر؟ يعني بصراحة موضوع ان هم يشاركوا في مجال التكنولوجي والتطور هو ليهم الحق، لان ده هيفتح لهم مجال وفرص عمل كتير، ودي كانت مشكلة بتعملهم. فيعني انا مش شايفة اي مشكلة، يعني ما شاء الله كده ما عندهمش مشكلة. بالضبط، هو ده اللي اثبتوه. وفي مجاميع تانية برضو بتتدرب ايضا، بتشترك في البرمجة وبتشتغل وبتطلع مشاريع، فبالتالي النقطة دي ما فيهش اي مشكلة بتقابلهم فيها. فاحنا محتاجين ان احنا نتكاتف كلنا، ويبقى لهم يعني مجالات ان هم يشتغلوا في هذا المجال، وان هم يتعلموا اكتر. هم يقدروا واثبتوا بهذه المشاريع ان هم يقدروا يدخلوا في مجال التكنولوجي ونحصل منهم على ابتكارات في هذا المجال. كلمينا عن اعمارهم، كانت عامله ازاي، وهل كان في يعني عدد من اقاربهم ذويهم اسرهم؟ أعمارهم يعني في بيتفاوت من مثلا 14 سنة ل 25 سنة. جميل، يعني هم اشتركوا مع أطفال وفي كبار. هو كان المعرض مخصص لطلبة الكليات العسكرية وهم اشتركوا معاهم؟ يعني أنا شايف 14 ده أكيد سن أقل. لا، هي مسابقة آيزك اللي منظمها كلية الدفاع الجوي. تمام. وكان المعرض مقام في الكلية العسكرية لطلبة المدارس وطلبة الجامعات والمشاريع الابتكارات العلميه في الهندسه. جميل جميل. فطبعا كان الطلبه المشاركين في المعرض طلبه كليات الهندسه، طلبه كليات الحاسبات، وطلبه المدارس ايضا كانوا مشاركين في هذا. طب طلبه المدارس ازاي تنمى عندهم فكره الذكاء الاصطناعي او الابتكار؟ هل ده من ذويهم، يعني اهتموا بيهم مثلا في اماكن مختلفه، ولا المدارس وطبيعتها اكتشفت ده ونمته؟ هو في أغلب المتقدمين كانت مدارس ستيم أو الطلبة اللي اشتغلوا على نفسهم في مجال التكنولوجي، يعني طوروا نفسهم. طيب جميل، لأن طلبة الهندسة خلاص معروف أنه هو طالب هندسة وخد المواد العلمية المؤهلة لتفكيره أنه هو يقدر يبني عليه، لكن الملفت هو كان الحقيقة سن المدرسة. مدارس ستيم شاركوا بكذا مشروع، وأيضا الطلبة، لأن الدولة موفرة أيضا مبادرات في تعليم البرمجة، يعني أجبال مصر لتعليم البرمجة. والآن طبعا الأطفال بدأوا من 7 سنين أنهم يتعلموا في مجال البرمجة. طب هل نقدر يا دكتورة نقول ان في يعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقدر تحسن من دخول يعني ذوي الهمم؟ انت عارفة طبعا خاصية الدمج اللي الوزارة التربية والتعليم عاملاه، ان هم يشاركوا بشكل اكتر يعني في كل المسابقات الخاصة بهذا الامر، ان هم يبقوا فعلا ادوات فاعلة في المجتمع بعد تخرجهم. هم طبعا ادوات فاعلة، ولكن ان هو يعني يحسن من قدراتهم الاجتماعيه زي ما بنقول. صحيح فعلا، ادوات الذكاء الاصطناعي سهلت تعلم التكنولوجي والبرمجه لذوي الهمم. يعني مثلا على سبيل المثال الروبوت اللي صممه ياسين وكريم، فعمليه البرمجه فيها هو ما كتبوش سكريبت برمجه كويس. عشان نكون منطقيين، لكن البرمجه فيه عباره عن بلوك ادراء، يعني سحب وافلات، فهو بيركب البلوك فيظهر كلعب البازل، ففي النهايه يدي الاوامر للروبوت بهذه الطريقة عن طريق البلوك والسحب والإفلاس. أيضا مثلا فاضل الموقع اللي صممه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، فأصبحت أدوات الذكاء، لكن محمد باسم لا برمجة. فهم قدراتهم نقدر بأدوات الذكاء الاصطناعي هتسهل لهم كثير جدا في دخول هذا المجال. احنا بنشكر حضرتك شكر كبير الدكتورة منى طمان، المحاضر والاستشاري الدولي في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. سرية بياناتك على تطبيقات تحويل الأموال من الأمور اللي لازم تاخد بالك منها كويس جدا وانت بتقوم بتحويل أو استقبال فلوس، لأن وارد جدا يتم اختراق هذه البيانات، ومن حين لآخر بنسمع عن هاكرز دوليين اخترقوا قواعد بيانات كمان. ده اللي هيخلينا دلوقتي نقدم شوية نصائح مهمة في هذه المسألة الغاية
في الخطورة والأهمية. طبعا تسهيل التحول الرقمي وعمليات البنكية إن هي تتم على الإنترنت أو حتى في تحويل الأموال والمحافظ النقدية المختلفة، كل ده جميل جدا، بس كل حاجة سلاح ذو حدين. طبعا إزاي نحمي نفسنا ونحمي بياناتنا، وإزاي نسهل ونوفر على نفسنا الوقت والتكلفة. خلونا نتعرف بشكل أكتر قرب عن الموضوع ده مع دكتور محمد رفعت، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل عليك. صباح الخير. صباح الخير لشتنا المشاهدين. أهلا بيك. إزاي نقدر نتعامل بشكل سلس كده ويسير وأنا قاعدة في مكاني أقدر أعمل كل المعاملات سواء البنكية أو التحويل للفلوس النقدية وأحافظ على سرية بياناتي وأمنع أن حد يدخل ياخد الكروت بتاعتي أو أرقامها ويستعملها؟ هو احنا لازم نبقى متفقين في الاول انه مادام انت حاطط بيانات على الموبايل بتاعك يبقى هي في خطر عليها اكيد، يعني دي اول حاجه. بمعنى ايه؟ عشان نقلل الخطر ده انت حاطط دلوقتي بياناتك على بيئه مش شرط تبقى مؤمنه 100%، فبالتالي لازم يعني زي ما تبقى كاتب ورقه وكاتب فيها يوزر نيم وباسورد او كاتب فيها رقم حسابك البنكي حاططها في الشنطه، لو حد فتح الشنطه هياخد الورقه دي او يقرا اللي فيها. طب يعني ما احطهاش على التليفون، ما احطها فين؟ احتفظ بيها فين؟ لا انا بتكلم بس انه من الاول كده لازم نبقى عارفين من الاول ان انت عندك ريسك ده، حاطط بياناتك على ايه؟ على اي بيئه الكترونيه، ده لابتوب موبايل اي حاجه، انت عندك مشكله ان الحاجه دي موجوده ممكن اونلاين، يعني دي اول حاجه. فعشان نامن الدنيا دي مطلوب كذا حاجه. اول حاجه ان انت تطمن ان البرنامج التشغيل بتاع الموبايل بتاعك ده متحدث، دي اول حاجه على مستوى الاندرويد ايفون اي او اس اي حاجه انت شغال فيها الاوبريتنج سيستم بتاع الموبايل بتاعك ده يبقى متحدث على ابديت، لان الثغرات الامنيه بتتحدث عليه. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه انه بيجي لك بعد كده البرنامج اللي انت بتشتغل عليه، لازم يبقى الجهه اللي ورا البرنامج اللي انت شغال عليها دي جهه معروفه ومعتمده ومضمونه، يعني اول ما تدخل على ابلكيشن بنك يبقى انت عارف ان ده الابلكيشن الرئيسي بتاع بنك. بتشتغل لقيت واحد بيقول لك ابلكيشن بيسهل المعاملات البنكيه وكل الناس اللي منزلينه مثلا 10,000 وما تعرفش مين الجهه اللي وراه، يبقى ما تشتغلش بيه او مش موجود على المتاجر الالكترونيه الخاصه بالتليفون بتاعك. لا ممكن يبقى موجود على الموقع الالكتروني ويبقى وراه هاكرز عادي. بالظبط كده. فدي لازم الجهه اللي ورا التطبيق تكون جهه انت ضامنها. تمام. يعني تبع البنك المركزي، تبع البنك بتاعك. بالظبط كده. يبقى لازم جهه مضمونه، دي اول حاجه. تاني حاجه مفيش جهه انا عامل معاها حساب بنكي او معاملات بنكيه هتيجي تطلب مني ابعت لي مثلا الرقم السري بتاعك، ابعت لي اليوزر نيم والباسورد بتاعك، دخل لي الميل بتاعك، الكلام ده عندهم اوريدي. مفيش يعني. طيب هو في رسائل بتيجي كده، في رسائل بتيجي على التليفون كده دايما يقول لك انا براجع بياناتك ابعت لي كذا، يعني ازاي نقدر نوعي اي حد بيستقبل الرسائل دي ان هو ما يتفاعلش معاها الا اذا كان واثق من مصدرها؟ هو انا بقول لحضرتك دلوقتي انا البنك اللي بتعامل مع حضرتك، فبياناتك عندي وفي بيننا وبين بعض يوزر نيم وباسورد بتدخلك عندي في الحساب بتاعي، يبقى الرسائل اللي بتيجي ما صدقهاش على طول. اي رساله تطلب منك حاجه اوريدي انت عارف ان دي اللي عند البنك هيطلبه منك ليه تاني؟ يعني هو يقول لك ده خلي رقم الحساب، طب ما هو انت اللي مديني رقم الحساب ده اصلا. ولا حتى مراجعه البيانات ولا اي حاجه. ولا مراجعه بيانات ولا اي حاجه. ما هو انت لابد تشك، يعني انا قصدي انت لو ما شكتش ما هو ممكن يطلع لك الصفحه اللي على الموبايل بتاعك نفس عليها نفس لوجو البنك وعليه اسم البنك ونفس الشكل ونفس الالوان ونفس كل حاجه. طب ابرز ابرز الخدع او الطرق اللي يعني العالم وقف قدامها في هذا الامر كانت عامله ازاي يا باشمهندس؟ المشكله الحقيقيه انه هو الهاكر زي ما تامين البيانات بيتطور الهاكرز برضه بيتطوروا. فدلوقتي كل قصه ان هو هيبعت لك رساله ان في خطا في السيستم وما وان الابلكيشن ويحط لك نفس لوجو الشركه وممكن يجي لك اس ام اس بنفس اسم البنك بتاعك. طب انا يعني انا كمستخدم يعني اعمل ايه؟ ما هو برضو اي حاجه طالبه بيانات ما تبعتهاش. اي حاجه البنك طلبها. لو عايز حاجه، لو بنك عايز حاجه هيبعت لك.
يبعت لك جواب، يبعت لك حضرتك بتقول هيقول لك مثلا الحساب بتاعك اما مش يعني ما هو حضرتك حضرتك بتقول دلوقتي ان هو ممكن يبعت لك اس ام اس باسم البنك، طب انا اضمن منين حاجه زي كده يعني؟ ما هو دلوقتي انت في بينك وبين البنك تطبيق صح؟ تمام. انا بيبعت لي يقول لك الحساب بتاعك وقف، ادخل على التطبيق بتاعي العادي اللي انا بدخل منه هلاقي شغال، يبقى الكلام ده ملوش لازمه. هي البنوك كمان عاده بتغير الباسورد او بتغير كلمه السر والدخول كل فتره للتامين. هو انت هي بتبعت لك يعني بتقول لك ان على التطبيق نفسه ان الباسورد بتاعتك مثلا المفروض كل شهرين تتغير مثلا، فانت كل شهرين ممكن او 3 اشهر حسب السياسه بتاعت البنك اللي بتتعامل معاه ممكن يغيرها. دي حاجه. تاني حاجه، انت عشان تامن نفسك من القصه دي بتعمل حاجه اسمها المصادقه الثنائيه. يعني ايه؟ يعني انا اول ما اجي ادخل على حساب البنك هيطلب منك الباسورد ويطلب منك ان انت تحط مثلا البصمه بتاعتك عشان يشتغل، او يطلب منك انه هيبعت لك رقم كود على التليفون بتاعك، او يبعت لك ميل على الايميل بتاعك. فكده الراجل لو عرف اليوزر نيم والباسورد بتوعك حتى باي طريقه هيجي يخش، هيبقى محتاج حاجه تانية، محتاج الميل بتاعك، محتاج البصمه بتاعتك، فهيقف. طيب يا الشراء الالكتروني، وده طبعا بيستخدمه ناس كتير استسهالا، هل في طريقه ان انا احمي الكارت بتاعي ان ما يتسحبش المزيد من الاموال، ان ما حدش يعرف كلمه السر بتاعته فبالتالي هو يستخدمه؟ هي نفس النقطه اللي احنا قلناها على البرامج بتاعه البنوك هنقولها على برامج المشتريات. ازاي بقى؟ انا دلوقتي مش دايما المواقع معروفه زي البنك، البنك له اسمه وكيان واضح، لكن ممكن لازم برضو الجهه اللي هتشتري منها وهتحط فيها هيبقى ليها اكسس على البيانات الماليه بتاعتك، يبقى برضو جهه معروفه وموثوقه. يعني انا دلوقتي عايز ادخل اشتري، لقيت في امازون، لقيت في شركات عدد المستخدمين كبار، احنا مش هنذكر اسماء، مش هنذكر اسماء عشان ما نخشش ماشي، بغض النظر عن الاسامي. ايوه لازم برضو يبقى نفس الجهه اللي ورا المكان اللي بشتري منه دي جهه موثوقه وليها عدد مستخدمين كبير، بحيث ان انا اضمن ان مفيش يعني ايه مفيش سياسات احتياليه ممكن تحصل. لان انا بسهوله جدا انا ممكن اعمل دلوقتي واحنا قاعدين ادخل اعمل موقع بتاع زي اي شركه بتبيع اي حاجه على النت، واحط لك اجهزه كهربائيه، احط لك حتى عربيات، واقول لك ادفع مقدم والحاجه هتجي لك لغايه البيت. ايوه طيب انا دخلت ما اعرفش الموقع ده قبل كده، بس لقيت فيه اعلانات كده يقول لك تخفيض 20% ولا 40% ولا 50%، واقوم داخل احط بيانات الفيزا بتاعتي، يسحب الفلوس اللي هو يسحبها في الاول، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مش هبعت لي حاجه. وده بيحصل فعلا ممكن. فهي دي هي نفس القصه، لازم الجهه اللي انت تحط عليها بياناتك تكون جهه موثوقه. يعني الشركه دي يكون مثلا شغاله بقى لها 4-5 سنين، بقى لها 2-3 سنين، عدد العملاء بتوعها عدد كبير. في ناس ثانيه اشتروا منها وما فيهاش مشاكل في الشراء معاها، تدخل تشوف الريفيو بتاع الناس اللي على الويب سايت نفسه اللي انت بتنزل منه، الناس بتقول الشركه دي ملتزمه، الحاجه بتتاخرش، مش عارف ايه. يعني هي بمناسبة الريفيوهات بقى، هل دي ممكن التلاعب فيها او ممكن ان اكيد طبعا اكيد برضو اي بيانات على النت ممكن يحصل فيها لعب. يعني دلوقتي انا ممكن اصلا اجنريت الريفيوز دي بالاي اي مثلا. طب ما هو يبقى انا عندي موقع ما حدش دخل عليه قبل كده يا دكتور محمد، احنا كده قلقنا. لا انا بقول بس يعني لازم الواحد يحدث تليفونه اول باول، الباسورد تكون باسورد يعني الكومبلكس بتاعتها عاليه شويه. أيوة. يعني تحطها اول حرف من اغنيه معينه انت عارفها، رقم جزء من الرقم انت بتتعامل بيه ما ملوش دعوه برقم التليفون او تاريخ ميلاد، الحاجات الاساسيه دي، بحيث ان وتحط ما تسجلش الباسورد نفسها على الموبايل، تبقى في دماغك بس. صحيح، نصايح مهمه جدا قالها لنا الدكتور محمد رفعت استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نروح مشاهدينا الكرام لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير. ودلوقتي معادنا مع عالم الرياضة المثير، أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. النادي الأهلي حقق فوز كبير على سيراميكا 4-1 في المباراة اللي جمعتهم من بارح في استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. بالفوز ده بيرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة 72 في صدارة الدوري المصري الممتاز، لينفرد بصدارة الدوري، وبيتوقف رصيد سيراميكا عند 44 نقطة في المركز الثامن بجدول المسابقة.
فريق المقاولون العرب فاز على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن مؤجلات الجولة 19، وبالفوز ده المقاولون بقى في المركز 17 بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، والزمالك بقى في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة. إدارة مهرجان العالمين الجديدة 2024 أطلقت فعالية رياضية جديدة بتتمثل في مسابقة أسرع لاعب كجزء من الأنشطة الرياضية الترفيهية المميزة اللي بيشهدها المهرجان السنة دي. منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني خوان كارلوس باستور خسر أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 30-27 في تاني مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024. البعثة المصرية احتفلت داخل القرية الأولمبية ببرونزية محمد السيد في سلاح سيف المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية واللي بتقام حاليا في باريس من الفترة من 26 يوليو لغاية 11 أغسطس المقبل. كمان محمد حمزة لاعب منتخب مصر للسلاح احتل المركز الخامس في منافسات أولمبياد باريس 2024 بعد الخسارة من بطل إيطاليا في منافسات ربع نهائي منافسات سلاح الشيش لأولمبياد باريس 2024. ندى حافظ ودعت منافسات سلاح الشيش بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام الكورية جون هيانغ المصنفة العاشرة عالمياً بنتيجة 15-7. دلوقتي خلصت نشرتنا الرياضية وهنعود مرة تانية لزملائي هنا في الاستوديو هبة ومصطفى لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. الحقيقة هلا انت خلصتي نشر الرياضية، لكن احنا متابعتنا الرياضية مستمرة لأن أولمبياد باريس والمشاركة المصرية فيها جاءت في اليوم الثالث على التوالي، وكان فيها منافسات بطولة كبيرة في مفاجآت حصلت في الأيام اللي فاتت، ولسه منتظرين الأفضل بالطبع لأبطالنا المصريين اللي بيمثلونا في باريس 2024. بالتأكيد يعني كل ده هنتكلم عليه النهاردة وبصحبتنا الناقد الرياضي المتخصص في الألعاب الأولمبية الأستاذ سيد علي اللي مشرفنا النهاردة في استوديو صباح الخير. صباح الخير عليكم على كل الشعب المصري العظيم. أهلا وسهلا. في البداية هي ميدالية واحدة برونزية اللي قدرنا نحصل عليها حتى الآن في سلاح المبارزة محمد السيد. تقييمك إيه لمحمد السيد وللميدالية اللي حصل عليها، وتقييمك إيه لمجمل المسارات اللي أنت شايفها خلال أولمبياد باريس؟ أولا طبعا في البداية مبروك طبعا لمحمد، وميدالية يستحقها أكيد، وكنا طبعا نتمنى الأفضل ليه، وقبله كان زياد كنا نتمنى له الأفضل كمان، ولكن إحنا في تاريخ مصر عموما مش مميزين أو مش لعبتنا أوي السلاح. تمام، إحنا جبنا من علاء أبو القاسم قبل كده ميدالية، دلوقتي جبنا في لندن 2012 دلوقتي جبنا ميدالية محمد السيد. دايما في البدايه ما بقاش مصر بتجيب ميداليات، احنا دايما ميدالياتنا بتبقى في الاخر، وده اللي الناس مش ما بتبقاش واخده بالها منه قوي. يعني لو نفتكر اولمبياد طوكيو احنا جينا في اخر يومين جبنا تقريبا 4 ميداليات. ليه؟ عشان خاطر الالعاب المميزين فيها بالفطره موجوده في الاخر، اللي هي رفع الاثقال، مصارعه، تايكوندو، خماسي، مؤخرا الخماسي انضم ليهم خلال الفتره الاخيره، يعني عشان المنافسة المصرية في الخماسي بقت قوية جدا، أفضل لعيبة في العالم بقيت أنت بتمتلكهم. فنتكلم بشكل عام عن بعثتنا المصرية، لا البعثة المصرية بتقدم مستوى قوي جدا، إن أنا أظهر كل يوم عندي لاعب بينافس بالمنظر وبالشكل المشرف للرياضة المصرية بهذا القدر، ده مش حاجة قليلة، ده حاجة كبيرة جدا. زياد السيسي شفناه رابع أولمبياد، هو مصنف أول عالميا، هو كان كسبان الناس دي كلها قبل كده، ظروف بسيطة يعني حصلت، كان قريب ان هو ياخد ميدالية، ولكن هو قدر ان هو يصنع حدث، وده الصح وده الافضل، ان انا ابقى موجود دايما بنافس، انا مش بشارك بقى مشاركة وخلاص. في لعيبة تانية معانا بتشارك، يا اما بتاخد خبرة، يا اما اللعيبة احنا عارفين ان مستواها انا بوديها الاولمبياد عشان اكون
بأهلها او افضل بستمر في المستوى التصاعدي عشان اطور اللعبه دي في مصر. فكره الاحتكاك نفسه مع المستوى الدولي. بصي انا مع حضرتك فيها الاحتكاك، ولكن الاحتكاك برضو يكون فين؟ احنا بنبص بقى نشوف اللعيبه بقى اللي بتعمل الاحتكاك ده كام. في لعيبه هي اصغر لعيبه في الاتحاد السلاح 14 سنه بوديها اولمبياد، فانا النسخه الجايه لوس انجلوس هيبقى عندها 18 سنه، تمام، اللي بعدها 22. محمد السيد اللي جاب ميداليه ده 21 سنه، يعني هيدخل معاك 3 اولمبياد كمان، ما عندوش مشكله ان هو ينافس مش بس يخش بحاجه قليله لا. فدي حاجه احنا وصلنا لها في الفتره الاخيره في مصر، الموضوع ما كانش قليل، يعني احنا ان احنا نوصل للحته دي. لا يا جماعه احنا تطورنا كتير جدا، وبقى كمان عندنا قاعده على المستوى الشباب الصغير طالعه بتنافس مش بس سنه واتنين، لا انا بنافس على مدى 10 سنين. ما انا اصنع بطل انه يفضل موجود على القمه 10 سنين دي مش حاجه سهله. احنا في الالعاب الفرديه مميزين، في الالعاب النزاليه مميزين، في الالعاب رفع الاثقال طبعا هو حدث ولا حرج، 14 ميداليه اولمبيه لمصر في رفع الاثقال. فرفع الاثقال من يعني الاوناش المصريه احنا نقدر نقول ان هو اكثر الاتحادات قوه ومنافسه. طبعا الربعين المصريين بينظر لهم باحترام كبير جدا على المستوى العالمي، ارقامنا دايما هي من الارقام العظيمه اللي بنحققها. من بدايه سيد نصير في امستردام 1928 واول ميداليه ذهبيه في تاريخ العرب وافريقيا كانت عن طريقه، فاحنا دايما ماشيين في القطاع ده بشكل كويس. كنت هتقول حاجه على كرم جابر، قلت ان احنا مش في ريال اشرف، بس كرم جابر احنا بنعتبرها هي اللي ليه؟ عشان خاطر احنا المصارعه موجوده، خلاص الكاراتيه مش موجود، في برضو حته ان هو ان انت في العاب انت مميز فيها مش موجوده زي الاسكواش زي الكاراتيه. انت عندك الكاراتيه حضرتك موجود فيه 3 أو 4 لاعبين تصنيف اول عالمي، فانا لو انا موجود ومكمل اكيد هجيب ميداليات. احنا في طوكيو جبنا ميداليتين في الكاراتيه وكنا قريبين من الثالثه، فدي مش حاجه كانت يعني قليله، فدي بتبقى حاجه ان انت تتحرم منها بتبقى يعني حاجه بتبقى صعبه، بتشكل عليك ضغط بعد كده في الجدول العام في ترتيب الميداليات ده بيفرق. طيب كلمنا عن التأديف والمركز الخامس اللي حققه احمد خالد تيتو ومحمد علاء. التجديف من الرياضات اللي احنا بنقول عليها ان هي يعني لسه برضو محتاجه سنوات عشان ننافس. قبل ما نتكلم عليه النهارده، عبد الخالق البنا هيلعب في دور ربع النهائي في التصفيه بتاعته، قدامه فرصه طبعا ان هو يحقق انجاز جديد لمصر في رياضه التجديف، ولكن التجديف من الالعاب اللي احنا برضو مش بنعول عليها في ميداليات، ولكن المشاركه وان انا اعلى بيها في الريتم بعد كده ان الرياضه دي انافس فيها فيما قادم او فيما هو قادم، يعني ده اللي احنا بنشارك بيه دلوقتي. ولازم الناس تفرق ما بين رياضه انا داخل انافس فيها، ما بين رياضه انا داخل عايز احتكاك وعايز اطور مستوى، وما بين رياضه انا بعدي فيها جيل جديد. وفي اجيال مثلا زي الفولي في الالعاب الجماعيه مثلا بيحصل فيه احلال وتجديد حاليا. الفولي خسرنا امبارح قدام الدنمارك. لا سوري، ده اليد، ده الهاندبول. الهاندبول طبعا لا، المستوى امبارح 27-30 مش حاجه وحشه برضو النتيجه. عايز اقول لحضرتك فرنسا صاحبه الميداليه الذهبيه في اولمبياد طوكيو خسرت امبارح من النرويج، يعني على ارضها الاولمبياد عندها، فخسرت امبارح وقبلها خسرت من الدنمارك. ده بيبقى ايه السبب؟ يعني تخطيط ولا في جزء حظ كده بالنسبه لينا ولا بالنسبه احنا وغيرنا؟ احنا لا، بالنسبه لينا الاتحاد المصري لكره اليد بصراحه هو ماشي بخطى ثابته. بعد الاسباني اخوان بعد الاسباني باروندو جاب اخوان كارلوس باستور المدير الفني الحالي، ده المدرس، ده يعني المدرس بتاعه، يعني باروندو هو التلميذ، فانا بعلى، فانا وصلت لمستوى حلو جدا في بطوله العالم 2021 اللي اقيمت طبعا في مصر. صحيح، احنا محققين كويس في بالظبط. وبعدين انا بطل افريقيا ومعايا جيل يضم مجموعه من افضل اللاعبين على مستوى العالم، فده حاجه بتخليني ان انا ليه ما اطمحش، بتخلي المدير الفني الاجنبي عايز يجي يدربني برده، عايز يحقق انجاز معايا. طبعا يعني باستور ده واحد من الناس هو محقق كل حاجه، هو هيكسب على اسمه، فهو عايز اما يقول انا نجحت مع دوله في افريقيا. احنا حضرتك الهاندبول دايما اوروبا، اما بتشوف بقى المنتخب المصري بيلعب ما بتعتقدش ان ده منتخب جاي من افريقيا، هم بيتعاملوا مع المنتخب المصري بيعني حذر شديد جدا جدا. يعني انا هقول لك حاجه في بطوله العالم هنا
في مصر 2021 منتخب الدنمارك عمل كل ما هو تعجيزي للجنة المنظمة أثناء البطولة عشان خاطر المنتخب المصري ما يظهرش بالقوة ده، عشان حتى موضوع الجماهير هم اللي كانوا رافضين أكتر منتخب المنتخب الدنمارك خوفا من قوة المنتخب المصري، رغم ان هم الدنمارك كانوا لسه واخدين بطولة عالم وخدوها هنا وجوم خدوها بعدها في 2023 تمام. فانت كمنتخب بيمتلك مجموعة قوية جدا، انت عامل حالة كده في العالم، ومنتخب جاي من افريقيا، لا مش بتنافس بس، لا ده انت بتنافس واي حد حتى مهما كانت قوته انت قادر ان انت تهزمه. ايوه. طيب فرص الفريق بتاعنا في الكرة الطايرة ايه؟ لا الفرص فريق الكرة الطايرة صعبة جدا، هم حظهم وحش جدا، هم وقعوا في مجموعة بتضم أفضل ثلاث مدارس في كرة الطايرة في العالم، بولندا والنهاردة هيلعبوا إيطاليا والبرازيل، يعني أنت بتلعب في البولي بولندا إيطاليا البرازيل، شوفوا المجموعة كده، لا الموضوع صعب جدا. بجانب أن المنتخب الحالي بنعمل نظام يعني إيه إحلال وتجديد، في عبد الله عبد السلام وفي أحمد صلاح، الاثنين نقدر نقول أن هم يعني إما اعتزلوا فبيعتزلوا دولي يعني، فبيحصل موضوع احلال وتجديد. فانا الفتره اللي جايه بشوف بقى العناصر الشابه، المنتخب دلوقتي معدل العمر فيه 24 سنه 25 سنه، فانا ببني اللي جاي. وكمان حظهم صراحه ما كانش افضل حاجه في القرعه، ما جم مع منتخبات قويه جدا، ولكن في المباراه الاولى هم خسروا 3-0 ولكن قدموا اشواط مميزه وقويه تمام. اللي جاي بقى بعدها ان انا بقى ارجع في بطوله العالم اقدم بمنظر اقوى، ده الصح. طيب مصر بلغه الارقام بتحتل المركز ال 22 في جدول ترتيب الميداليات عالميا، تفتكر احنا ممكن نكسر الرقم ده؟ تفتكر ان في العاب ممكن تخلينا نطلع عن هذا الرقم؟ انت بتراهن دايما على الايام الاخيره. بالظبط، انا براهن على الايام الاخيره، ولسه بقول ان السلاح قادر يجيب ميداليه تانية في الفرق. وخلصنا الفردي، لسه الفرق هيبدا من النهارده ان شاء الله. السلاح قادر، منتخب السلاح سواء السيف سواء الشيش او السيف العربي، الاثنين قادرين ان هم ان شاء الله ينافسوا كتيم، كويسين ادائهم كويس، ممكن يكون ان شاء الله يقدروا يجيبوا ميداليه تانية. ثم الخماسي الحديث احنا طبعا براهن فيه بميداليتين، ثم رفع الاثقال عندنا ساره سمير وكريم كحله، في التايكوندو عندنا سيف عيسى وايه شحاته برضو، في المصارعه عندنا كيشو وعندنا عبد اللطيف منيع، فدي كلها اسماء مرشحه بقوه الى ان هي توصل لميداليه باذن الله. دول امتى هيبتدوا لعبهم؟ هو ان شاء الله هنبدا من يوم 5 اغسطس بقى اللعب اللي هي المنافسات النزاليه بشكل اكبر يعني، وباذن الله يعني يكون حظهم هو الاوفر يعني ما يقابلهمش سوء حظ طبعا. والاهم طبعا بنطلبه من كل السوشيال ميديا يعني يا جماعه برضو الناس تبقى مقدره التواجد في الاولمبياد ده مش حاجه سهله طبعا، انا موجود طبعاً وسط اعظم وناس تعبت ويعني رتبت حياتها بالظبط 1500 لاعب بينافسوا على 900 ميداليه، الموضوع مش سهل صحيح، فالموضوع صعب جدا يعني، وان شاء الله ان احنا في كتير بيتكلف وبيدفع على الرياضه دي عشان يوصل للمكانه دي، فكل التقدير ليهم اكيد. والافضل ان انا اكون موجود في كل ده وعلم مصر موجود في كل المنافسات دي، مش حاجه سهله. صحيح صحيح. احنا بنشكر حضرتك شكر كبير الاستاذ سيد علي المحلل الرياضي المتخصص في الالعاب الاولمبيه. شكرا لك. خلينا نسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز الانباء واخر الانباء بصحبه زميلتنا لاله الحملاوي، اتفضلي يا لاله. شكرا مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة في ضوء اتفاق الصندوق مع مصر، والذي يتيح الحصول على نحو 820 مليون دولار على الفور. وأوضح الصندوق في بيان أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج خلال مارس الماضي، مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي وتم تحقيق الأهداف المالية. وأضاف الصندوق أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص. يشارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإيرانية الجديد مسعود بزشكيان اليوم في مقر البرلمان الإيراني.
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر استهداف قوات الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين في محيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة في قصف إسرائيلي لكنيسة القديس بريفيريوس التي تأوي نازحين. إلى ذلك استهدفت مدفعية الاحتلال محيط مدارس العودة التي تأوي نازحين شرق خان يونس، كما أفادت مصادر محلية بقصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في محيط مسجد السلام بمنطقة التحلية شرق المدينة أيضا. اتهمت حركة حماس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بانتهاك استراتيجية المماطلة والتسويف للتهرب من التوصل لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأوضحت حركة حماس أنها اطلعت من خلال الوسطاء على ما دار في مفاوضات الهدنة التي عقدت في روما مؤخرا، مشيرة إلى أن ما نقله الوسطاء يشير إلى تعمد نتنياهو وضع شروط ومطالب جديدة متراجعة عن بذلك عن الورقة الإسرائيلية للتوصل لاتفاق والتي كانت جزءا من مشروع بايدن وقرار لمجلس الأمن الدولي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وسط إطلاق نار كثيف، وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محورها الغربي باتجاه مخيم العين وحاصرت منزلا. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطح بعض المنازل. تبدأ اليوم فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024 بالأردن والمقرر إجراؤها في 10 سبتمبر المقبل، وتستمر فترة تقديم طلبات الترشح لمدة 3 أيام، وتباشر الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية عبر مجلس مفوضيها بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح دراستها لقبول الطلب أو رفضه، وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية في 9 أغسطس المقبل وتنتهي في 8 سبتمبر المقبل قبل الصمت الانتخابي. أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، وتشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات. جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تشن أعنف هجماتها قرب مدينة بروكرفسك الاستراتيجية شرق البلاد، مما يهدد طريقا رئيسيا تستخدمه كييف لتوصيل إمدادات إلى قواتها. وأوضح الجيش الأوكراني أن قواته صدت 52 هجوما في المنطقة في الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى أن القتال في تلك الجبهة هو الأعنف في شرق أوكرانيا بأكمله. ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قريتين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. لقيت سيدة مصرعها في مظاهرات متفرقة اندلعت في فنزويلا عقب إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن شخص قتل في ولاية ياراكوي، فيما اعتقل 46 آخرون عقب أحداث العنف التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو أن المعارضة لديها ما يثبت فوز مرشحها إدموندو غونزاليس. إلى هذا اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فنزويلا بالتلاعب في النتائج على حد وصفها. انتهى موجز 9، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنرحب بكم من جديد. ما زال الكلام متواصل على مهرجان العلمين، وما فيش شك ان المهرجان ده بقى حدث سنوي مهم جدا. يمكن احنا يعني بنشهد النهاردة النسخة الثانية منه، لكن الموضوع تعدى إلا إن هو بقى أكتر من احتفال ترفيه. جنسيات عربية كتير جدا بتأتي إلى العلمين من أجل حضور الفعاليات، الاستمتاع
بالحفلات بالليل، مشاركة في الحفلات الصبح. الدولة بتراهن عليه بشكل كبير، بيعتبر استثمار استراتيجي هدفه في الأساس تعزيز مصر كواجهة سياحية عالمية، تسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة اللي بتتمتع بها مدينة العلمين الجديدة، وأيضا التأكيد على قوة ورسالة مصر الناعمة في المحيط العربي والإقليمي. طبعا مهرجان العلمين مش بس مهرجان للفن، لكن كمان الفنون بأشكالها والثقافة بأشكالها وروافدها المختلفة والرياضة والترفيه وكل ما يشتهيه من يأتي إلى أرض العلمين سواء في مصر أو في العالم كله هيلاقيه. طبيعة خلابة، بحر صافي جدا، زرقة للمياه، رمال ناعمة، شاطئ ممهد، طبيعة خاصة جدا، أبراج سكنية، مدينة ذكية، يعني كل واحد نفسه في حاجة هيلاقيها، سهرات هيلاقي، الاستمتاع بالطبيعة هيلاقي، إقامة هادئة وجو صحو، كل ده هيلاقي. خلونا نتكلم عن مهرجان العلمين وإزاي يقدر الناس من مهرجان العلمين يستمتعوا خلال الصيف وشهور الصيف الرئيسية، طبعا شهر 7 وشهر 8 المهرجان دخل أسبوعه الرابع وهيستمر حتى نهاية 8. الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بنصبح على حضرتك. صباح النور، أهلا بحضرتك وبالبرنامج بالقناة. يا دكتور حسام، قول لنا الناس عاملة إيه في العلمين وإيه الإشغال في الفنادق، عامل إزاي هناك؟ والله الإشغال في الفنادق 100% لغاية آخر 8 وفي 9 كمان ممكن يزيد أكتر. فعلا إحنا مش لاقيين أماكن خالص، والفنادق كلها 5 ستارز دي لوكس عالية جدا، ولكن مليانة 100% بأسماء تشينز كبيرة قوي عالمية، إقبال رهيب من السياح المصريين وعرب طبعا، وفي بعض الأجانب جنسيات خليج كله، معظمه عرب وخليج، وعرب ومصريين حاملين جنسيات مختلفة من الخارج برضو موجودين في الريزورتس وموجودين في الفنادق، وفي أجانب، بعض الأجانب يعني، بس لأن الثقافة بتاعت المهرجان بتاع العلمين قريبة أكتر قوي للعرب، الغناء، الحفلات، المسرح اللي كانوا بيشوفوه زمان في اسكندرية والقاهرة قبل ما يبقى فيه العلمين كان متواجد. فطبعا العملية عملت نقلة كبيرة، كافة التجهيزات اللي موجودة في منطقة العلمين وفي الساحل الشمالي كل حاجة موجود، سهر، مولز، كل الاستعدادات، الإمكانيات على أعلى مستوى، الخدمات، الأكل، الانتقالات، الطرق، البنية التحتية. فده لا، وفي مطار العلمين طبعا سهل، ومطار برج العرب على برضو على كيلومترات بسيطة من العلمين، لكن كلمنا ازاي الفنادق طيران الشارتر على طول. أيوة طبعا. من أيوة. الدول العربية ومن الدول الأوروبية بينزل طيران بأسعار أفضل حتى. طبعا طبعا الطيران الشارتر بيفرق كتير. أولا لو في طيران شارتر جاي من أوروبا المسافة هتبقى 4 ساعات ونص 5 ساعات مثلا بالكتير قوي، من الدول العربية طبعا 2 3 ساعات يعني وأقل، سواء في برج العرب أو في منطقة العلمين. في ناس بتيجي طبعا لمارينا العلمين باليخوت بتاعتها، يعني ده برضو من البحر الأبيض المتوسط. صحيح. فده كله يعني له تأثير إيجابي، كل حاجة، التنوع، المسرح زي ما قلنا، الغناء، الأطفال، المسابقات الرياضية، سباق الهيجن ده طبعا بالنسبة للدول العربية ومصر حاجة كبيرة، وبالنسبة حتى القبائل ومتابعة، وهيجن عربية أصيلة بأرقام كبيرة. كل ده له تأثير إيجابي كبير في تسليط الأضواء على منطقة العلمين وعلى مصر سياحيا بشكل كبير. يعني احنا لو بنشوف المهرجانات اللي يمكن في المنطقة زي مهرجان قرطاج، مهرجان موازين، سواء تونس أو المغرب، يعني كلها مهرجانات بتبقى في الأصل بتقدم حفلات. احنا تميزنا بايه عن تقديم الحفلات اكتر؟ احنا عندنا تنويع كتير، يعني غير الحفلات وطبعا مشاركه المغنيين المصريين والمغنيين العرب من كافه الدول العربيه، عندنا المسرح مثلا، عندنا الطفل في له زي مهرجان، عندنا تذوق الطعام، في يعني المسابقات الرياضيه المختلفه، كل ده في وقت واحد مع كافة الإمكانيات اللي موجودة كمدينة حديثة ذكية، تكنولوجي، طرق،
سيرفيس، خدمات، يعني انت متوفر كل حاجه، مطار، بحر، مارينا لليخوت، يعني بتناسب كل. وبعدين انت في حتى سامع يعني الناس بتيجي من كل مكان في الساحل الشمالي تحضر الحفلات، فده برضو بيزود زيادة السياحة أكتر في الريزورس، لأن الساحل الشمالي ومنطقة العالمين تم فيها صفقات كبيرة عالمية زي رأس الحكمة وساوث ميد، بس هي استثمار عقاري سياحي. عدد الغرف الفندقية في العالمين يمكن 4000 غرفة. المستهدف الفترة القادمة من قبل الدولة عشان نصل ل 30 مليون من ضمنها منطقة العالمين يعني 25 ألف غرفة زيادة أو 30 ألف غرفة. ده هيجيب ملايين من السياح، وهينزل الطيران الشارتر بشكل أكتر لمطار العالمين عشان السياح، لأن احنا لو قلنا مثلا البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى علم فيها مطارات وكلها فنادق على الشواطئ، الفنادق صحيح. العالمين ليها وضع مختلف، قرى قرى سياحية وريزورس، فطبعا لما يتبني فنادق كتير في عدد غرف فندقية هيبقى في ريجولر تشارتر مثلا وتسويق بشكل معين هيجذب السياح من كل الدول العالم. والمخطط ده فين رغم ان الساحل يعني اللي يمشي عليه يحس انه ممتلئ؟ يعني هل في غرف فندقيه دي هتبقى، هل الريزورتس دي هتبني جوه؟ في اماكن وفي شواطئ محطوطه في الاعتبار هتتحط فيها كم من الفنادق، سواء في المشاريع الحديثه الجديده اللي هي اللي تمت فيها الصفقات او لسه فيه، وممكن في منطقه العالمين يبقى في اماكن. وفي بعض المشروعات السياحيه بيفترض ان هي لازم يعني من ضمن التراخيص الخاصه بيها ان يكون جواها فندق. بس فندق، فهل ده متبع برضو في الساحل ولا لا؟ يعني ده موجود في في البحر طبعا الأحمر يعني حتى السويس. في فنادق في مارينا بيبقى فندق تقريبا، في كذا منطقه يعني. بس هو طبعا الجزء الاول مارينا واحد واثنين، وفي فنادق هناك وفور ستارز وفي ثري ستارز وكده، بس الكم مش كبير. يعني الكم 4000 غرفه مثلا مقارنة بالغداء مثلا ممكن يبقى فيه 50,000 غرفة، بس الغداء بنيت كمدينة سياحية وبقى لها كم سنة برضه، وبقى لها كم سنة مش نظلم ما نقارن. لا أنا مش قصدي، أنا قصدي إيه، إن الشواطئ الأول كانت مش للريزورتس، للفنادق، فاهم الفكرة؟ فهنا إحنا الفترة القادمة لو التركيز عشان نجذب أكبر عدد من السياح والأجانب، طبعا إحنا بيجي لنا أجانب من زمان لزيارة متحف العالمين ومعركة العالمين والآثار، وكانوا بيجوا من الإسكندرية وبيقعدوا في الفنادق اللي كانت موجودة أو في مثلا الإسكندرية ويقوموا بالزيارات ويرجعوا إلى آخره. فعندنا كم من السياح الأجانب اللي ممكن يجي. طيب إحنا عايزين السياح الأجانب بقى يبقوا قاعدين مثلا زي ما بيقعدوا فترات في الغردقة، طبعا كل ما زادت الرقعة الفندقية أو تأجير بقى الريزورتس أو الشاليهات أو كده كشقق فندقية صحيح. بالنسبة للأجانب وتهيئة البنية التحتية الحقيقة، الطرق والمطارات دي أثرت تأثير كبير ده إيجابي. لكن هل أنا عندي أرقام محددة لاحتياجاتي؟ يعني متوقع أن المدينة يجيها قد إيه، فأنا بالتالي عايز أستعد بعدد من الفنادق والغرف السياحية قد إيه؟ لا هو مش إحصائية، بس إحنا حضرتك لما يكون مثلا عندنا 30,000 غرفة ب60,000 سايح في الليلة، خلاص لو السايح هيقعد أسبوع يبقى احنا بنتكلم 4 أسابيع، يبقى احنا بنتكلم مثلا 60 في 4 أسابيع بنتكلم مثلا ب240,000. يعني لو 4 شهور هيبقى، لو 4 شهور بس هيبقى 1,000,000. طب لو يبقى لو بنتكلم في 12 شهر مثلا او 11 هيبقى 3,000,000 مثلا. فكل ما زادت الطاقة ليه بقى؟ لان هيبقى في عندنا حجوزات دايركت لمنطقه العالمين عن طريق الطيران الشارتر او عن طريق برج العرب مثلا في اسكندريه، طيران شارتر ينزل ودايركت للعالمين، زي ما بيحصل ان الطيران الشارتر بينزل في كل محافظات سياحيه، حتى في القاهره مطار سفينكس بقى في طيران شارتر دايركت، في شرم الشيخ، في مرسى علم اللي هي مالديف مصر دلوقتي بيسموها، ونسب اعداد كبيره. بس هو الثقافة والسياحة بتناسب أكتر في منطقة الساحل الشمالي السايح العربي. السايح الأجنبي بيدور على اللي مش موجود عنده، خلاص اللي مش موجود عنده البحر الأحمر. البحر الأحمر موجود بين مصر وبعض دول صح. السعودية، الأردن، اليمن، يعني المجموعة دي وبعض الدول الأفريقية،
بس في بقى ايه بالنسبه لسياحه الدايفنج، بيقعد اسبوع على اليخت او 10 ايام بيعمل دايفنج عشان الشعب المرجانية، او رحلات الصيد مثلا، ورحلات الصيد والسنوركلينج والنباتات اللي تحت والاسماك اللي بالالوان، فهو مش موجود عنده ده في اوروبا زي الساحل المديتريني او الايطالي الاسباني الفرنسي، وفي في تركيا وفي في المغرب، المغرب مثلا عنده، لكن الخليجي عنده البحر الاحمر فبيجي لنا هنا. وثقافة مصر بتتناسب مع ثقافة السياحة العربية. هو بيجي مثلا يعني الخليجي متعود من زمان، من كان في بينزل اسكندرية وكان بيحضر حفلات في المعمورة والمنتزة والمسرح، المسارح في الصيف في اسكندرية وفي القاهرة كان في المسرحيات. أنا يعني الحاجات دي أنا كنت بروحها وبعملها في التمرينات والتسعينات عشان راجل كبير شوية. فده كله كان موجود، وكانوا بيبقوا متواجدين بكثافة، بيحضروا مسارح للفنان عادل إمام والفنان محمد صبحي وكل النجوم وسمير غانم، يعني كان بيبقى فيه التواجد ويحضروا الحفلات، فده بيناسب الثقافة عندهم. وفي بعضهم عنده المسرح كمان بيسافر لإسكندرية بقى إيه؟ كان بيتنقل من القاهرة يروح بقى اسكندرية، يروح اسكندرية وعندهم حتى شقق هناك وعندهم في الريزورتس برضو. طيب. السياح العرب عندهم هناك وفي أصل طبيعة الجو برضو طقس معتدل، يعني الساحل الشمالي عندنا طبيعي والسهر والمصر ليها جو مختلف. سياحة تراثية يعني حاجة بالتراث، حتى القعدة في لو قلنا في القاهرة في خان الخليلي في الحسين، فليها جو مختلف تماما بيناسب ثقافات كتيرة، بيناسب كل شعوب. يعني احنا عندنا كل جنسيات العالم بتيجي مصر في السياحة عامة. في الساحل الشمالي قلنا المصريين والعرب وبعض الأجانب، لكن في مصر كلها اللي بيجوا في القاهرة وفي الأقصر وأسوان وفي شرم الشيخ، احنا عندنا السياحة في منطقة البحر الأحمر بالنسبة لأوروبا الشرقية هم ثقافتهم كده دايفنج سنوركلينج والسياحة الثقافية، يروح يوم الأقصر بالأوتوبيس ويرجع تاني يوم القاهرة يشوف رحلة ويقعد يبقى. طب أنا لما 12 شهر أكون سائح خليجي وأسمع أن رئيس دولة الإمارات اللي هي من أهم الدول السياحية اللي موجودة على خريطة العالم، مش خريطة الوطن العربي أو الخليج العربي فقط، للعام التاني يأتي لقضاء أجازته السنوية في العالمين، رسالة مهمة جداً، واعتقد ان احنا محتاجين نسوقها اكتر من كده ونقول يا جماعه يعني الموضوع مش بس سياح، ده في رؤساء دول طبعا، وكان في بيختاروا ده كمقصد سياحي، والعام الماضي برضو كان في مؤتمرات سياسيه موجوده في منطقه العالمين، وكان السيد الرئيس الملك هناك. الاردن موجود وكانت الرئيس الفلسطيني، وده برضو بيدل على سياحه المؤتمرات ممكن تبقى طوال العام، يعني دي مهمه كنوع من السياحه عشان تفضل العالمين شغاله. سياحه المؤتمرات يعني اسوه بشرم الشيخ في كافه الامكانيات، في كافه القاعات، في كافه الاستعدادات، في كل حاجه، المطارات يعني، فدي هتبقى موجودة بقى. عندنا مؤتمرات كتيرة مش شرط بس مؤتمرات سياسية، في مؤتمرات طبية، في شركات أدوية، في مؤتمرات مناخ، في مؤتمرات سياسية، مؤتمرات سياحية، يعني في حاجات كتيرة جدا، في جامعة، في أكتر من جامعة كمان بالضبط. أنا كمان كسياحة مؤتمرات ممكن تبقى خلال فترة العام كله متواجد بشكل كبير، التسويق، النشاطات بقى لو مسابقات رياضية بشكل كبير، كل شوية لو في حفلات بقى هنعملها مثلا للاجانب بقى، كونسرتس مغنيين عالميين، اوبرا، واتيفر، لان ده برضو هيبقى لا. وهناك عندنا المسارح والمدينه التراثيه، يعني في الاستعدادات. ايه الاثار الاقتصاديه المباشره وغير المباشره لمدينه العالمين ومشروع العالمين تحديدا؟ اثار اقتصاديه طبعا واضح، يعني ان هي دخلت عمله صعبه كتيره للبلد، الصفقات اللي تمت، بالإضافة لمتوسط إنفاق الفرد في فترة الصيف في السياحة في الفنادق الضخمة دي بيصل إلى 300 دولار في اليوم، ده متوسط إنفاق للفرد. سياحة اليخوت، متوسط إنفاق الفرد في سياحة اليخوت 5 أضعاف السائح العادي طبعا ده مليونير جاي، يعني مستوى تاني خالص. طبعا فرص العمل اللي وفرت، مثلا احنا بنتكلم على 50,000 فرصة عمل وجدت، كل ما زاد الاستثمار وارتباط السياحة بحوالي 70 مورد في توريدات بقى لكافة الفنادق، لكافة الريزورتس، توريدات غذائية،
التوريدات الأدوية الحاجات الطبية، يعني في علاقات كتيرة جدا وفي دوران رأس مال بشكل كبير وفي دخول عملة صعبة بشكل كبير، بالإضافة طبعا للناس اللي بتشتري في الاستثمار السياحي العقاري في المنطقة هناك، فده طبعا بيدخل نسب عالية من العملة الصعبة لمصر وده مصر محتاجاه. ساوث ميد ورأس الحكمة لو ما كانش مهرجان العالمين موجود السنة اللي فاتت كانوا اتعملوا؟ احنا طبعا هو يعني احنا عايزين هو عامل مساعد، ولكن هو تخطيط من الدولة اقتصادي وده تخطيط دول مع بعض، صفقات كبيرة ساوث ميد مثلا دي رجال اعمال مع الدولة هنا، ورأس الحكمة دولة مع دولة، فتخطيط بالإضافة طبعا مهرجان العالمين بيطفي، يعني ده حتى لو هم في رأس الحكمة او في ساوث ميد او في اي حتة اكيد الناس دي بعد كده هتبص لها بجاية المهرجان وبتحضر المهرجان، بس طبعا في استعدادات كبيرة في المناطق دي وهتبقى عندهم نفس الامكانيات ونفس الحاجات، بس المهرجان بيقام في حتة معينة هيجوا بس اكيد ساعد، بس طبعا التخطيط السليم في الصفقات كتخطيط استراتيجي من الدولة ووضع لجذب المستثمرين واعطائهم الفرص والتسهيلات والامكانيات والامكانيات بشكل سليم، لان كل ما وفرت طرق استثماريه وتسهيلات كبيره للمستثمر للقدوم الى مصر مع الاعفاءات الضريبيه هتشغل حجم عماله كبير جدا، ده اولا، والدوله هتكسب كتير من وجود المستثمرين دول ومتوسطات انفاقهم، فلازم طبيعي انه ياخد تسهيلات لجذب مزيد من الاستثمارات والاعفاءات الضريبيه. طيب جميل قوي، ايه الرساله اللي حضرتك تقولها واحنا دلوقتي في مهرجان العالمين وبنتكلم عن بنيه تحتيه مشرفه الحقيقه وبنتكلم عن ساحل شمالي بطول كيلومترات طويله جدا ولسه واعد وفيه المقاومات اللي هنقدر نقيم عليها المزيد والمزيد من الاماكن السياحيه والجاذبه؟ العالمين بقت مدينه فيها مقاومات كبيره، قربها من الاسكندريه عندنا مطارين، مطار العالمين طبعا ومطار برج العرب، كل اللي بتعمل فيها بيسلط الأضواء على مصر والاستثمار بشكل ممتاز جدا. نتمنى أن الفنادق تاخد حيز كبير في الاستثمار، تبقى عندنا غرف فندقية كبيرة جدا، لأن الفندق بيبقى طوال العام جاذب للسياح، وهيبقى المطارات موجودة في الطيران اللي هينزل، بالإضافة للاستثمار العقاري السياحي الناس اللي بتتملك، وإن يبقى في شركات كبيرة ضخمة تقدر تأجر حتى الريزورس دي طوال العام لسياح أجانب، لأن كل ما زاد عدد السياح عن طريق الغرف الفندقية وعن طريق الطيران الشارتر هيزيد الانكم بشكل طيب كبير. طيب السؤال الاخير، احنا مؤهلين بالعنصر البشري، عندنا التأهيل كافي للعامل في المجال السياحي ان هو يستقبل كل الاعداد دي وتعمل 100%؟ طب هايل، عندنا انا سياحه وفنادق دكتور هناك يعني، وعندنا الاستعدادات، وعندنا هقول لحضرتك ليه، مش قولا، الريفيوز والاراء عن مصر في كافه المواقع السياحية العالمية ومنظمات السياحة بتشير إلى مصر دايما كوجهة سياحية، ده معناه أن أنت ناجحة في السيرفيس، ناجحة في المطارات، ناجحة في الخدمة، ناجحة في كل شيء، فالتسويق السياحي هيجذب أكبر عدد من السياح، وإحنا متوقعين إن شاء الله نوصل السنة دي 16 مليون سائح أو نتخطى هذا الرقم، صحيح. يعني لأن الفترة الأولى وصل 7 مليون على أي حال، يعني أكيد يوم بعد يوم المهرجان بينضج والفكرة بتكبر، وبعد ما كان الموضوع مقتصر أو بادئ بمجموعة من الحفلات الفنية امتد ليه أنشطة تانية، والنسخة التانية من المهرجان اتطورت بشكل كبير جدا، والدليل على ده لغة الأرقام، مفيش حجوزات لغاية شهر 9 فولي بوكت، كل الفنادق اتحجزت، محتاجين عدد أكبر من الغرف الفندقية، محتاجين عدد أكبر من تنوع الأنشطة كمان علشان تجذب فئات أخرى من السياح الأجانب، زي ما الدكتور حسام قال محتاجين حفلات غنائية عالمية تجذب أيضا السياح غير السياح الخليجيين. والله لو نقدر نتيجة البنية التحتية عندنا في العالمين أو في أي حتة في مصر، أيوة،
نجذب سباق زي سباق الفورمولا هيجذب عدد كبير قوي. ده حقيقي. اه الفورمولا طبعا. نتمنى يضعف الحسبان. ان شاء الله. شكرا لك. بنشكر حضرتك دكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه. شكرا جزيلا لحضرتك. وخلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا بعد الفاصل. مرة تانية احنا كده خلاص عدينا الحفلة الاولى من سهرتنا النهاردة مع حافظ وبستان. الفرقة اللي معانا دلوقتي مصرية قوي 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 واسمها كود مصر، واللي تأسست في 2011 واخدت لقب احسن فرقة في 2017. احنا بنتكلم دلوقتي على ميكس عظيم، الباند روك مصري وبوب فيوجن، ويعني هتسمعوا خليط كده من المزيكا المختلفة مع كود مصر. الكلام اللي هقوله عارفه بيه، لو تسمعيني تقدري هان عليك اللي عملته ليكي ليه، لو بالسكوت تعبري يبقى تعتبريني ميت ولا ايه، لو بس اقوم تفكري هبقى ليكي مستمع كضيف نسيه، لو هنحكي يلا نحكي يمكن الكلام يجيب وطيه عليه، لو هنبكي يلا نبكي اللي يجرى يجرى يعني هيحصل ايه، لو بغني ده مش هنا ده الكلام اللي دريته كام سنة، لو بهزر ده مش هزار مش بيطلع مني غير كلام كبار، لو انتي غاوية تتمنظري تبينك معنا بقاليكي فان كبير، لو انتي غاوية تتهوري انا في مبادئ الجنان اكيد ضليع، لو عالامام بتدوري انا وحش زيما مغرم كان شجيع، عين الأوان تنوري اللي باقي من حياتي ليه يضيع، حبنا حبنا وصار متعنا متاع، ومن فرينا فرينا يحرم علينا اجتماع، والناس بتقلب في الماضي وانا لسه ماضي ناس فاضي، الناس بتقلب في الماضي وانا لسه ماضي ناس فاضي، انا دبت في حبك اه جايز بس او في الاخر عالفاضي، انا كنت عالطيبة بدور ولا قلبي في يوم كان يتصور، انا كنت عالطيبة بدور ولا قلبي في يوم كان يتصور، ان حبيبه علي حور ويعين كسبه يا نصابي، سكتي في الدنيا ما سلكتش عشان عالخلقي ما خافتش، سكتي في الدنيا ما سلكتش عشان عالخلقي ما خافتش، كنت صريح قوي بزيادة ولهذا يا ناس ما تحبتش، ناس رايحة ناس جاية في لبوب ميت مية ولا باية
شريك بعدها يقف لك عالتلاكيك اللي يعوزك هتحسه شريك بعدها يقف لك عالتلاكيك قصه ودايره وليها اخر واخرها من المر هيسيك شرور الناس اشكال والوان شر ما فيها اللي ما بيبان شرور الناس اشكال والوان شر ما فيها اللي ما بيبان شوف كم واحد هيسيبك لو منك ما بقاش كسبان عالم سيركي ما فيش له صور ناس على ناس تلعب وتدور عالم سيركي ما فيش له صور ناس على ناس تلعب وتدور لو دلوقتي بتتفرج بكره هيجي عليك الدور ناس رايحه ناس جايه في لبوب متنيه ولا باين في عينيهم غير طيبه وغير حنيه وناس رايحه ناس جايه في لبوب متنيه. ده كان جزء من السهره امبارح كود مصر والفرق الموسيقيه المختلفه اللي عزفت في مدينه العالمين الجديده. احنا لسه مع مهرجان العالمين وفي مدينه العالمين وهنروح في لزميلتنا دينا شرف. دينا شرف هتعمل لقاء مع المهندسه هند علي. المهندسه هند هي معاون رئيس جهاز العالمين الجديده. هتكلمنا عن حركه الاسكان الجديده المقدمه من الدوله لكل المواطنين واللي متاحه للحجز عبر شبكه الانترنت. خلينا نروح سريعا لدينا شرف. صباح الخير يا هبة، صباح الخير يا مصطفى، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان من مدينة العالمين الجديدة، المدينة اللي تحولت من مدينة ألغام إلى مدينة للأحلام. إنجازات وتحديات كبيرة في مدينة العالمين الجديدة. على طريق العالمين الجديدة في طبعا منطقة سكنية كبيرة جدا بتراعي كل كافة فئات المجتمع. ناس كتير بتروج إن مدينة العالمين الجديدة هي مدينة الأغنياء فقط، ولكن ده غير صحيح، لأن احنا عندنا جميع أنواع السكن هنا في مدينة العالمين، في السكن المتميز المتوسط وكمان أيضا في الأبراج الشاطئية ومنطقة للفيلات. هنتحدث عنها بالتفصيل معنا على الهواء مباشرة المهندسة هند علي، معاون رئيس جهاز مدينة العالمين الجديدة. صباح الخير يا فندم. خير يا فندم، أهلا بيكي. اهلا بيكي، برحب بيكي. حابين نطمن من حضرتك يعني ونقول لك كده يعني بنشكرك جدا جدا على المجهود الجبار اللي بتقوموا بيه في مدينه العالمين الجديده، وكمان ان انتوا بتقدروا يعني حولتوا فعلا ارض زي ارض العالمين من مدينه الاغام الى مدينه لمدينه حقيقيه، وكمان هي ذات تقنيات عاليه جدا ومدينه ذكيه بكل شيء. مظبوط يا فندم، زي ما حضرتك كده اتكلمتي ان الى جانب ان المدينه بتتميز بموقع متميز جدا بيتمتع طبعا بكل المقومات الطبيعيه والمناخيه الخلابه، كل ده خلاها مدينه سياحيه ساحليه بتجذب كتير من الاستثمارات. على الجانب الاخر في جهود بارزه جدا من الدوله بأن مدينة العالمين تكون نواة للتطوير والتنمية العمرانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي كله، وفك طبعا الارتباط. يعني احنا طول الوقت مستمرين على العمل على ان احنا نفك الارتباط اللي دايما موجود بين فكرة ان المكان او منطقة الساحل الشمالي الغربي يكون منطقة مصيفية وبتقتصر على فئات معينة من الناس، او العكس، ان لا، احنا بنقول ان احنا عندنا مدينة متكاملة فيها تكامل بين كل الانشطة وبتستوعب كل المستويات وكل فئات المجتمع، بدايه بقى من جميع طبعا انماط الاسكان. احنا بنشتغل على اكتر من 38 ألف وحده سكنيه، يعني انت تخيلي كميه النماذج المختلفه في التصميم، في المساحات، في حتى المطلات بتاعتها. بدأنا بمشروع الإسكان المتميز. خلينا نقسم بس مدينة العالمين، لأن الناس كتير ما تعرفش إن هي في منطقة شمالية وفي منطقة جنوبية. هنبدأ مع حضرتك مع المنطقة الشمالية اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي، وتحدثينا كده عن المشاريع الإسكان اللي موجودة فيها. تمام يا فندم، احنا عندنا في المنطقة الشمالية بنشتغل على أكتر من مشروع وأكتر من نموذج إسكان. عندنا الحي اللاتيني وده فيه أكتر من 256 كلاستر سكني. عندي كمان الكومباوند سكني وده بيضم أكتر من نموذج إسكان، شاليهات، فيلات، وحدات مصيفية مختلفة. عندي مشروع الأبراج الشاطئية وده فيه 18 برج سكني. في كمان وحدات إدارية بيضم طبعا مجموعة كبيرة من الوحدات الإدارية والتجارية. عندي 5 أبراج تحت التنفيذ حاليا، نسبة الإنجاز اللي فيهم تكاد توصل 70%. فيهم طبعا برج متميز جدا وبيعتبر برج مختص بالوحدات الفندقية، ده بالنسبة للمنطقة الشاطئية.
المنطقة الجنوبية استكمالا بقى. قلتي كمان في خمس الأبراج اللي هو المارينا. بالضبط كده أبراج مارينا، طبعا في برج فيهم وحدات فندقية فقط يعني. عندي كمان المنطقة الجنوبية فيها طبعا أكتر من نمط للمشاريع، فيها مشروع الإسكان المتميز، مشروع سكن مصر، عندي مشروع سكن كل المصريين وده بدأنا فيه بحوالي 1992 وحدة تحت الإنشاء، وصلنا نسبة إنجاز أكتر من 30%. إجمالي عدد الوحدات للإسكان المتوسط والمتميز وسكن لكل المصريين. هقول لحضرتك الإسكان المتميز 1920 وحدة متضمنة طبعا وحدات مقسمة لمحلات تجارية. في سكن مصر 4096 وحدة، عندي كمان سكن كل المصريين 1992 وحدة. عدد كبير قوي من وحدات تستوعب عدد كبير من المصريين اللي هم حق زي ما بنقول كده ان هم يكونوا في كل المدن، حتى لو مدينة العالمين هي مدينة ذكية ومدينة يمكن من المدن الجيل الرابع، لكن هم ليهم مكان فيه مش زي ما بيتم الترويج ليهم. طيب حضرتك قلت لي كمان في الداون تاون اللي هي المنطقة الجنوبية في أبراج أخرى. مظبوط يا فندم، عندنا الابراج اللي بتنفذها الشركه الصينيه دول بعدد خمس ابراج، اربع ابراج سكنيه وبرج ايقوني بيوصل ارتفاعه ل 250 متر، يعني ممكن يكون مكون من حوالي 68 طابق. في كمان كريستال لاجون موجود في المنطقه، والمنطقه دي ان شاء الله هيكون يعني مستهدف ليها ان هي تكون يعني منطقه جاذبه جدا للاستثمار ان شاء الله على المستوى القريب يعني باذن الله. العمل هنا على قدم وساق زي ما بنقول، وفرنا فرص عمل كثيره جدا في مدينه العالمين الجديده. تقريبا كم فرصه عمل؟ والله يا فندم احنا يمكن نقول اكتر من 100,000 فرصه عمل مختلفه، مختلفه في كل المجالات. طيب بنقول دايما ان احنا مدينه العالمين هي مدينه ذكيه ومن مدن الجيل الرابع، ازاي هي كمان مدينه صديقه للبيئه وازاي تقنياتها بتكون عاليه جدا ومدينه يعني زي ما بنقول كده مستدامه؟ بص يا فندم، هي رؤيه الدوله والجهود طبعا اللي كانت مبذوله والقياده السياسيه كانت واضحه جدا في ان المدينه تكون زي ما قلت لحضرتك في البدايه يكون متكامل فيها كل الانشطه علشان تقدر تكون مدينه ذكيه. مدينه ذكيه ما ينفعش انها تكون مقتصره على فئه واحده او نشاط واحد بالنسبه للحاجات اللي احنا هنستخدمها. طبعا بتوفر او بتعزز جوده الحياه بشكل كبير جدا عن طريق ادارتها الذكيه. اداره ذكيه يعني مراقبه طول الوقت للمعدلات الاستهلاك، سواء كان استهلاك الطاقة كهرباء، استهلاك المية، كل ده بيخليني أقدر أجمع بيانات وأبتدي أحلل البيانات دي بعد كده عشان لو في أي مشكلة واجهتني على طول برفعها للسلطة المختصة لتحديد الحل. طبعا يعني زي إدارة أزمات. بالظبط كده، بالظبط. طيب احنا اتكلمنا يمكن على المناطق السكنية، هل هناك في برضه هيكون مناطق خاصة بالخدمات والأسواق وكده متوفرة هنا في مدينة العالمين؟ طبعا يا فندم، علشان طبعا ألبي احتياجات السكان حتى والرواد لازم أكون موفرة خدمات بشكل كبير جدا على كل المستويات، يعني يقدر أي ساكن في المدينة أو أي رائد زائر في المدينة يقدر يستفيد من الخدمات دي، سواء كانت خدمات مستدامة أو خدمات حكومية، يعني على مستوى مثلا شهر عقاري مثلا خدمة حكومية موجودة ومتوفرة في المدينة، أي خدمة تانية الحمد لله احنا بنحاول نوفرها وشغالين عليها كويس جدا يعني. أي طيب، في ناس بتحب الهدوء والرفاهية زي ما بنقول، في منطقة خاصة للفيلات هنا، منطقة دي مميزة جدا اسمها الحي اللاتيني، صحيح؟ مظبوط يا فندم، هو الحي اللاتيني الحقيقة هو عمارات سكنية، المنطقة المخصصة أو بننفذ فيها فيلات سكنية هو الكومباوند السكني مزارين، ده كده الاسم التسويقي بتاعه من قبل شركة التسويق سيتي إيدج. المشروع مقام على مساحة 707 فدان، متوفر فيه انماط كتيره جدا او نماذج كتيره جدا للوحدات السكنيه، في شاليهات وفي فيلات وفي وحدات عاديه، وحدات في عمارات، وحدات تجاريه طبعا، وحدات اداريه. يعني تقريبا هي مدينه مقسمه لجميع فئات المجتمع، يعني في منطقه للفيلات ومنطقه الابراج الشاطئيه وايضا كمان الاسكان المتوسط والمتميز وسكن لكل المصريين. مظبوط يا فندم، هي فعلا المدينه بتستوعب كافه الشرائح وبتخاطب كل فئات المجتمع. أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا باشمهندسة هند علي معاون رئيس جهاز مدينة العالمين الجديدة، وبنشكركم على المجهود الجبار اللي بتقوموا بيه، ودايما كده يعني في تحديات كبيرة لكن انتوا قدها وقدود لأن النجاح أحلى كمان. إن شاء الله، شكرا لك. بشكرك شكرا.
كل يوم في جديد مدينة العالمين على أرض الواقع، ومهرجان العالمين بفعالياته اللي بتستمر معاكم، وإحنا بدورنا بننقلها لكم لحظة بلحظة. انتهت حلقة النهاردة من صباح الخير يا مصر. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد من 7 لغاية 10 صباحا. مصبح عليكم جميعا، صباح الفل عليكم، صباح الخير يا مصر.